أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم أينما كنتم. اليوم 10 سبتمبر لعام 2019، وندرس اليوم بإذن الله هندرس سايكولوجي، محاضرة في عنوانها الميموري أند ليرنينج، وهو موضوع أو هما موضوعان يعني بيتميز بأن هما فيهم متعة وفيهم تجارب لطيفة جدا بإذن الله. فنتوكل على الله ونبتدئ الموضوع الأول وهو الأقصر نسبيا الميموري، ثم ننتقل الموضوع الثاني وهو الليرنينج. طيب نتوكل على الله ونبتدئ بالميموري. الميموري by definition هي الابيليتي على اشياء ثلاث، مقدرة ثلاث حاجات: to encode والمعنى الحرفي الترميز او التشفير، store يعني تخزين، ثم recall استدعاء المعلومات. يبقى by definition هي الابيليتي to encode store and recall information. وعليه الستيجز اوف ميموري ثلاثة اللي هما تضمنهم التعريف. اول حاجة انكودينج، وتعالى نفهمها بمعنى اكتر. انكودينج قلنا في المعنى الحرفي الترميز، في المعنى الحقيقي تحويل المعلومات لشيء يمكن التعامل معه، يعني ذا ترانسفورميشن، تحويل اوف انفورميشن معلومات تو كود accepted by memory، مقبول بالميموري، يمكن التعامل معه. يودي مثال يعني الفيجوال انكودينج، الترميز البصري، انت بتحط الصور في صورة mental pictures، يعني في صورة صور ذهنية. اما الاكوستيك انكودينج اللي هو الترميز السمعي، بتحطه في صورة individual sounds، مقاطع. يعني هدي مثال، حتى كلمة encoding عشان مخك يستقبلها، هو في حقيقة الأمر تم تقسيمها إلى أجزاء ثلاث: encoding، يبقى ثلاث أجزاء encoding. يبقى الencoding هو a transformation of information to a code accepted by memory. فبنيجي تاني مرحلة retention اللي هو الاحتفاظ، الستورج، التخزين بتاع الانفورميشن. وتالت مرحله اللي هي الريتريفال اللي هي ريبرودكشن او ريكفري اوف انفورميشن. وهذا يتم بطريقتين، يعني احنا بنسترجع المعلومات بطريقتين، يا اما بالريكول يا اما بالريكوجنيشن. ريكول يعني استدعاء معلومات مش قصادك، ريممبرينج اوبجكتس نوت presented to the senses. وبدي مثال رائع لها اللي هي اولاد امتحان النظري، الورقه قصادك فاضيه وانت بذهنك بالذاكره بتستدعي المعلومات اللي عارفها قبل كده. اما تاني طريقه وهي recognition، التعرف على اشياء قصادك، يبقى identifying objects presented to the senses، حاجه قصاد حواسك. يبقى ده الستيجز اوف ميموري. واحب اقول يا اولاد ان رقم السعد في الميموري هو رقم 3. فقلنا الديفينيشن تضمن الثلاثه ستيجز: الابيليتي تو انكود ستور اند ريكول، وعليه كانوا الستيجز انكودينج، ريتينشن نمره 2، وريتريفال او ريبرودكشن نمره 3 اللي هي قسمناها الى جزئين: ريكول اللي هو يماثل الامتحان النظري، شيء هتستدعيه مش قصادك، مش presented to the senses. اما recognition هتتعرف على شيء قصادك، تقول اه هو ده الصح. حتى واحده بتمثل الامتحان النظري والثانيه تمثل امتحان الام اس كيو، وعشان كده بنمتحن في الطب بطريقتين: نظري وام اس كيو. انتقل للنقطه الثالثه: memory systems. we have three box models، في يوجد ثلاث انواع من الذاكره، تمام؟
احنا في ذاكرة حسية وذاكرة قصيرة المدى وذاكرة طويلة المدى. تمام؟ يبقى دي التلات نوع، احنا قلنا كل حاجة تلاتة. طب حد يقول لي ادينا كده يعني مثل نفهم منه هذا الكلام. كلما ندركه بما نحس، يعني اللي انت حاسس بيه دلوقتي فهو ذاكرة حسية. ما نتنبه إلى بعض منه ونستخدمه ونتعامل معاه في الحاضر، يعني انت انت حاسس كل حاجة حواليك لكن ده ذاكرة حسية، لكن بتتنبه لبعض منه بس وتستخدم البعض ده وتتعامل معاه في الحاضر، فهذه ذاكرة قصيرة المدى، يسموها short term memory أو working memory، تتعامل معاها. أما ما تنوي الاحتفاظ به للمستقبل وتبقيه في ذاكرتك ربما لطول العمر، فهذا long term memory، ذاكرة طويلة. واحد يقول لي طب ادينا مثال، حضرتك دخلت قاعة اوتيل في حفل زفاف، فعينيك دارت بين أرجاء المكان فشاهدت كوشة العروسين ثم جموع من المعازيم، ولاحظت ان المأذون بيجلس في ركن الأيمن مثلا وفي الطعام في الركن الأيسر. بعد ما خدت الصورة دي والانطباع، فهو منطبع في ذهنك لسه متذكر أماكن الأشياء، هذه ذاكرة حسية. وفي نفس الوقت استمعت آذانك لصخب الحديث بين المعازيم ودندنة الفرقة الموسيقية، فدي برضو ذاكرة حسية. بتتميز بإيه بقى السنسوري ميموري؟ احنا قلنا عندنا ثلاث نوع من الميموري، ذاكرة حسية وذاكرة قصيرة المدى وذاكرة طويلة المدى. عشان أسهلها لك تعال نتكلم حتى في كل نوع من الذاكرة في ثلاث نقاط، عشان يبقى حتى رقم الساعة اللاك نمبر هو رقم ثلاثة. هنتكلم في كل نوع على الديوريشن المدة، الكاباسيتي السعة، وبعدين الخصائص والوظائف. فبالنسبة للسنسوري ميموري الديوريشن بتاعتها very limited، less than a second، أقل من ثانية، والكاباسيتي بتاعتها very large. تمام؟ طب واحد يقول لي فهمها لنا ليه؟ لأن ليه هي بهذه الصورة؟ إنك أنت السعة بتاعتها ضخمة ليه؟ ليه الكاباسيتي very large؟ لأنك طول الوقت بتستوعب طوفان من المؤثرات الحسية، يعني طول الوقت طول الوقت عمال طوفان بيجي لك من الصور ومن الأصوات، وإيفن لو أنت بتاكل طعم المأكولات عمال في بقك، دي حلوة دي وحشة، ورائحة الأشياء، الريحة دي جيدة الريحة دي سيئة، طوفان من المؤثرات. عشان كده الكاباسيتي بتاعتها very large. أما ليه الديوريشن very limited، قصيرة جدا أقل من ثانية؟ فكر معايا، عشان لازم هذا الطوفان في الحال يترك مكانا لمؤثرات جديدة، لأن كل جزء من الثانية بتتوارد على مخك مؤثرات حسية وبصرية وسمعية جديدة. فعشان كده بتتميز السنسوري ميموري دي بأنها بتستوعب حاجات كتيرة جدا، كل الأحساسات اللي حواليك وبتتذكرها، وفي نفس الوقت لفترة قصيرة جدا أقل من ثانية، لأنها يجب أن تترك مكانها لغيرها. طب النقطة التالتة، ما هي وظيفة السنسوري ميموري؟ هي temporary storage bin، يعني صندوق تخزين مؤقت للي هتتنبه إليه اللي هو short term memory، أو تتذكره على طول اللي هو long term memory. تمام؟ وأنا هديك مثال. نبتدي بال short term memory. حضرتك لما بصيت في القاعة بتاعت اوتيل اللي فيها الفرح دي شفت الصورة العامة، ولكن وانت بتشوف الصورة العامة تنبهت ورجعت بعينيك الى احد الترابيزات وقلت الله ده هاني هو، وتسألت هو مش كان قال انه مش جاي الفرح او حضر؟ يبقى انت شفت كل المعازيم لكن تنبهت الهاني، فما تنبهت اليه ده ما بقاش بقى sensory memory، بقى short term memory. وفي نفس الوقت برضو قلنا بطريقة تانية، او تنبهت وانت بتبص على مئات المعازيم خد حاجة انتباهك وهي فتاة رائعة الجمال والهندام، فما تنبهت إليه وركزت فيه فهذا short term memory. طب واحد يقول لي دينا مثال آخر.
حضرتك عشان تتذكر أي جملة خلاص لازم تبقى متذكرا لبداية الجملة، وأنا عمال أتكلم عشان لحد ما أوصل لنهايتها، عشان توصل بداية الجملة بنهاية الجملة لتصنع جملة مفيدة. مثال يعني بقول لك مثلا عاصمة مقاطعة نيويورك في الولايات المتحدة هي، خد بالك أنا خلصت كله بس أنت فاكره إن أنا بتكلم على عاصمة مقاطعة نيويورك اللي في الولايات المتحدة هي مين؟ هي ألباني وليست نيويورك سيتي عكس ما أنت كنت متصور. ونيويورك سيتي دي على فكرة برضو فقرة المعلومات العامة بيسموها البيج أبل، التفاحة الكبيرة، أو ذا سيتي ذات نيفر سليبس، المدينة التي لا تنام. طب ده في الجمل، يبقى إذن في الشورت تيرم ميموري اللي هي عشان كده سموها وركينج ميموري لازم تبقي ذاكرة بداية الجملة ومنتصف الجملة وأنا بوصل لنهايتها عشان تفهم الجملة على بعض. طب خد مثال آخر في المسائل، خد بالك أنا المسألة هقولها من أجزاء، لازم أنت تبقي في ذاكرتك الأجزاء الأولى قبل ما أوصل للجزء الأخير عشان تتذكر المسألة. خليك معاه، يلا 3+5+6 تساوي، ما انت مش هتعرف تساوي ايه اذا كنت مبقي في ذاكرتك المساله كامله من اول. 3+5=8 تساوي 48. اذا لابد ان تظل متذكرا لاطراف المعادله لتتمكن من حلها. يبقى الذاكره القصيره دي شورت تيرم هي الوركينج ميموري، هي اللي بنشتغل بيها في الحاضر، ان احنا بنفهم بيها الجمل اللي بتتقال، بنفهم بيها المعادلات اللي بتتقال، بنتنبه فيها لما الاشياء في الذاكره الحسيه. تعال بقى ناخد المده بتاعتها، المده بتاعتها قصيره اقل من 20 ثانيه وربما تصل الى دقيقه، في بعض البراجع يقول لك ممكن توصل لدقيقه. يبقى المده قصيره جدا من 20 ثانيه وربما تصل دقيقه. طب والسعه؟ محدوده، ليميتد. ولاحظ هنا الماجيك نمبر، الرقم السحري بتاعها تقعد فاكره اللي هو رقم 7، حتى رقم كرمه الخالق السماوات 7، وقلنا حتى احنا بنقول 8 حتى عجائب الدنيا 7، ورقم 7 في الكوتشينه ده حاجه مهمه قوي. افتكر سعتها 7+ أو -2، يعني حضرتك تقدر تتذكر في حدود 7 حاجات، اقل 2 يعني 5 او اكتر 2 يعني 9. طيب واحد يقول لي طب ادينا مثال عشان نفهم ايه حكايه السبعه دي. حضرتك تنبه معايا، انا بتكلم دلوقتي الى ما اقوله وتذكره معايا. انا هقول مجموعه ارقام وحاول تتذكرها. 9 2 7 3، قولها ورايا. 9 2 7 3، يبقى اذا انت قادر تتذكر 4 ارقام. طب هزود اكتر، 3 4 1 8 7، 3 4 1 8 7. اظن يمكن انك انت تتخيل ان بعض الناس لو تخطيت 5 ارقام مش هيقدر يقولهم مظبوط وبالترتيب اللي انا قلتهم. وطبعا في معظم الناس لما اوصل لاتخطى 9 ارقام صعب جدا ان هو يعيدهم مره اخرى. عشان كده قلنا انه الذاكره الشورت تيرم ميموري الكاباسيتي بتاعتها ليميتد، وتذكر الماجيك نمبر 7+ أو -2، وده اللي هنسميه بعد شويه الميموري سبان. طب والديوريشن بتاعتها قلنا قصيره اقل من 20 ثانيه. وبحفظها لكم بطريقه لطيفه، ان الشورت تيرم ميموري بتتميز بقصر المده وبمحدوديه السعه، يعني كل حاجه فيها هي اسمها شورت شورت شورت، فالمده شورت شورت شورت، والكاباسيتي ليميتد 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 عشان ما تنساهاش. طب ايه الفرق بين كلمه شورت تيرم ميموري وworking ميموري؟ الشورت تيرم ميموري هي سمبل ريتينشن انفورميشن، المعلومات اللي استبقيناها، انما الوركينج ميموري هي المعلومات اللي استبقيناها وبنستخدمها، يعني ريتين اند يوتيلايزد، المعلومات اللي هي بنستبقيها ونستخدمها. والحقيقه في معظم كتب السيكولوجي لا يفرقوا بين كلمه شورت تيرم ميموري وworking ميموري. شورت تيرم ميموري هي الوركينج ميموري بس، يعني اذا كنا عاوزين يعني نتحذلك شويه فنقول ان ما نستبقيه ده الشورت تيرم ميموري، ما نستبقيه ونستخدمه فهو هذا هو الوركينج ميموري. طيب تعال نشوف الفانكشنز بتاعتها اللي هي النقطه، ما احنا قلنا هنتكلم عن الديوريشن والكاباسيتي والخصائص والوظائف.
فالوظيفة بتاعتها it's important in thinking and problem solving زي ما شفنا في المسألة، فكر في مسألة وبنحلها. نمرة اتنين انها combines and contrasts new memories with stored past memories، يعني بتحط مع بعض الحاجات الجديدة مع الحاجات القديمة عشان يبقى عندنا معلومات. حقيقة الأمر يا أولاد في جملة فلسفية إن الذاكرة هي السلسلة التي تربط الأحداث الحادثة بالأحداث الماضية، وبدونها تنفك أحداث الحياة ويبقى الإنسان تايه في الدنيا. الميموري دي حاجة مهمة جدا. تالت وظيفة إن الشورت تيرم ميموري سيرفز أز أ واي ستيشن فور لونج تيرم ميموري، زي ما قلنا إن السنسوري ميموري هي الصندوق اللي يؤدي إلى الشورت أو اللونج، فالشورت هي الطريقة التي تؤدي إلى اللونج تيرم ميموري. يبقى دي الوظائف الثلاثة بتاعتها. الذاكرة القصيرة هي الوركينج ميموري، هي اللي بنستخدمها، يبقى مهمة فور ثينكينج أند بروبلم سولفينج. نمرة واحد هي التي تربط الأحداث الحاضرة بالأحداث الماضية. نمرة اثنين وهي اللي بتوجهنا ناحية اللونج تيرم ميموري. طب نتكلم على الستيجز بتاعتها، نفس الثلاثة ستيجز انكودينج وستورج اند ريكفري اللي هي ريتريفل. فتعالى نتكلم الستيجز. أول حاجة انكودينج اللي هي قلنا الترميز أو التشفير، نحن ندي المعلومات للمخ بطريقة يمكن التعامل معها. في حالة الشورت تيرم ميموري بتبقى مور إلابوراتيف، يعني أكثر وضوحا وتفسيرا than in sensory memory. طيب تعال نشوف مع بعض. هنا بقى يوجد يعني في نوعين أساسيين، في نيولوجيكال أو أكاستيك إنكودينج يعني الذاكرة اللي هي السمعية. هنا الانفورميشن زي ما قلنا is represented بتعرض a sequence of sounds and verbal stimuli. sequence of sounds يعني زي ما قلنا في صورة مقاطع، بنعرضها في صورة مقاطع. خلاص زي ما قلنا حتى كلمة acoustic نفسها أو encoding، تعال ناخد acoustic هذه أربع مقاطع a وco أسف ثلاثة acoustic encoding ثلاث مقاطع برضو وهكذا. مين بقى اللي بيختص بالذاكرة السمعية دي؟ الليفت هيمسفير اللي هو في 97% من الناس، وقلناها في محاضرات سي ان اس بتبقى في الليفت هيمسفير اللي هو بنسميه الكاتيجوريكال اللي هو التصنيفي، او زمان كانوا بيسموه خطأ الدوميننت هيمسفير. اما الفيجوال او سباتيال انكودينج اللي هو الذاكرة مش السمعية، المرئية اللي بنحط فيها صور في المخ، الانفورميشن از ريبريزنتد از ايمجز كصور. طب في انهي هيمسفير بقى في الحاله دي؟ في الرايت هيمسفير في الناحيه اليمنى، يعني السمع في الليفت والرؤيه في الذاكره في الرؤيه مش السمع، يعني السمع طبعا في الناحيتين والسنتر بتاع الفيجن في الناحيتين، انا بقول الذاكره اللي هي فيما يخص السمع في الليفت هيمسفير، فيما يخص الرؤيه موجوده في الرايت هيمسفير اللي بنسميه ريبريزنتاتيف هيمسفير يعني التمثيلي، او زمان كانوا يسموه خطا النون دوميننت. طيب نيجي المرحله الثانيه اللي هي الاستورج. احنا قلنا انها فيري ليميتد كاباسيتي اللي هو الماجيك نمبر 7 بلس اور ماينس 2. تعال نشوف بقى ما هي الميموري سبان، ده مهم جدا في الام اس كيو. هو الماكسيمم نمبر اوف ايتمز، اكبر عدد من الايتمز تقدر تستدعيها ريكول بيرفكتلي، تستدعيها بصوره صحيحه within few seconds زي التجربه اللي عملتها لك، سواء كانت اعداد numbers او words كلمات او letters حروف. ده الميموري سبان. وبقى جربها كده، اقعد قول مع زميلك مجموعه ارقام 5 6 7 تلاقي ان بعد عدد معين مش هتقدر تعدهم صح. العدد ده اللي هو الماجيك نمبر 7، في بعض الناس اقل، في حدود اقل 2 5، وفي الناس الاحسن ممكن توصل لتسعة. طب نيجي ايه الشانكينج بقى؟ شانكينج عشان نوسع الذاكره قصيره المدى ممكن ندخل سيفرال ايتمز كايتم واحد، allowing one entry to cover several items، وبالتالي هنزود الاماونت اوف انفورميشن. فور اكزامبل مثلا تقول انا تابعت الماتش دورت عليه في البي بي سي
ودورت عليه في السي ان ان ودورت عليه في الام بي سي ودورت عليه في الاون تي في. خد بالك يعني احنا لسه هتقدر تتذكر. اه لو قلت لك انا دورت عليهم فين هتقول لي انت قلت دورت عليه في البي بي سي والسي ان ان ودورت عليه في الام بي سي والام تي في. يعني فبتاخد كل مجموعه كانها واحد ضمن السبعه. يعني المجموعه بتتكون كل واحده من ثلاثه اهي بي بي سي سي ان ان اند سو اون. يبقى الشانكينج ده بيعمل ايه؟ بيخلي وان انتري لسيفرال ايتمز وبالتالي تقدر تعرف معلومات اكتر. طيب النمبر اوف شانكس is limited يعني برضه ستيل في حدود 7 بلس اور ماينس 2 but their content is not limited. واحد يقول لي طب ادينا مثال. وعلى فكره السيكولوجي بدون امثله وبدون حكايات مش هتفهم حاجه خالص. يعني ايه عدد الشانكس محدود؟ يعني انا ممكن اقول لك ان انا دورت على الماتش في اقول لك لحد مثلا 7 محطات بلس اور ماينس 2 هتقدر تتذكر المحطات اللي انا دورت فيها، مع ان كل محطه اسمها بيتكون من كذا حرف بي بي سي سي ان ان ام بي سي اون تي في اند سو اون. لكن الكونتنت بتاعت الشانكس كل شانك لوحده ممكن يحتوي انليميتد نمبر. واحد يقول لي طب دي مثال عشان نفهم. زي ما اقول لك ممكن اعمل لك شانك شانك واحد اهو واحد في كل الاعداد الفرديه. اظنك فهمت بقى. احط لك في 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 ممكن اقعد اتكلم كده لمده ساعتين. يبقى وفي الاخر اقول لك طب قول الاعداد الفرديه اللي انا قلتها. هتقولها بسهوله شديده. يبقى الكونتنت نوت ليميتد. ممكن الكونتنت يبقى حاجه اتقال ساعتين وتديك مثال زي الاعداد الفرديه، لكن عدد الشانكس نفسها ليميتد. طب نيجي الفورجيتنج ديو تو ايه؟ ديكاي اوف انفورميشن اوفر تايم. يعني اندثرت المعلومات عبر الوقت. ولكن كلمة ديكاي في اللغة بالضبط معناها زي عارف الأسنان لما تتسوس، يعني المعلومات اندثرت. أو displacement of by new items يعني نسيت معلومة لأن حطيت بدلها معلومة جديدة. واحد غير رقم تليفونه واداك تليفونه الجديد فنسيت تليفونه القديم. ليه؟ لأن قلنا أن short term memory limited capacity. الريتريفال اللي هي ريكول قلنا بطريقتين ريكول أو ريكوجنيشن. وطبعا كل ما الايتمز في الوركينج ميموري زادوا يبقى عمليه استدعاء المعلومات هتاخد وقت اطول سلوور ريتريفر. تمام. يعني اما تذكر رقم تليفون غير ما اقول لك تذكر رقمين ثلاثه هتاخد وقت اطول. ننتقل للنوع الثالث في اللي هو اللونج تيرم ميموري. خلاص ناخد اللونج تيرم ميموري دلوقتي. وهدي مثال لطيف. لو حضرتك وانا بتكلم اعجبتك معلومة من هي عاصمة نيويورك ستيت في اليو اس، فانت هنا رددت المعلومة في ذهنك واستبقتها وعرفتها فانتقلت من شورت تيرم ميموري الى لونج تيرم ميموري. انا متأكد عدد كبير منكم مش فاكر اسم عاصمة نيويورك ستيت اللي هي قلنا ألباني. واحد تاني اعجب بمعلومة اخرى ان نيويورك سيتي دي بيسموها البيج ابل او بيسموها السيتي ذات نيفر سليبس. ففهمت؟ يبقى اللي انت المعلومة اللي عجبتك ورددتها في ذهنك وقررت الاحتفاظ بيها تحولت من شورت تيرم الى لونج تيرم ميموري. انما انا عارف ان معظمكم نسي المعلومة دي يعني توقفت عند كونها شورت تيرم ميموري. طب نيجي لونج تيرم ميموري. من حيث الديوريشن فهي up to lifelong ممكن تدوم مدى الحياة. ومن حيث الكاباسيتي unlimited طبعا. واحد يقول لي يعني ممكن lifelong. حضرتك لما أسألك على اسم صديقك اسم والدك اسمك انت حاجة معينة في حاجات هتبقى متذكرها مدى الحياة فالديوريشن طويلة قوي. طب والكاباسيتي unlimited 100%. لما أقول لك قول لي عدد الناس اللي انت قابلتها في حياتك ممكن تقعد تعد لي لمدة ساعات. اقول لك احكي لي اكتب الدائري قصة حياتك ممكن تقعد تكتب في الكتاب ده شهور. يبقى الكاباسيتي انليميتد. ومرة اخرى عشان احفظها لكم بطريقة لطيفة يبقى اللونج تيرم لونج ديوريشن والكاباسيتي كبيرة جدا. يبقى اللونج لونج في الديوريشن وفي الكاباسيتي والشورت شورت ليميتد ديوريشن وليميتد كاباسيتي. ليميتد كاباسيتي في حدود الماجيك نمبر 7 والديوريشن في حدود 20 ثانية.
اما السنسوري ميموري هي اللي واخده من دي ودي. بقى السنسوري ميموري كل الاحساسات يبقى كاباسيتي عاليه ولزمن وجيز جدا فيري شورت ديوريشن اقل من ثانيه. يبقى افتكر لونج الاثنين لونج، الشورت الاثنين شورت. السنسوري ميموري احساسات كتيره يبقى كاباسيتي كتيره لزمن قصير. برضه هنيجي النقطه الثالثه بعد ما قلنا الديوريشن كاباسيتي نتكلم على الستيجز. تمام؟ فنقول الستيجز انكودنج ثرو الابوريت ريهرسال اند ريبيتيشن. يعني احنا ريهرسال يعني بروفا وريبيتيشن يعني عمالين نعيد فيها، فعشان كده متذكرين كويس. خلاص ده الانكودنج. يبقى ده بعدين نيجي للستورج. هنا بقى بنقول ايه؟ بيحصل consolidation of memory يعني تثبيت للذاكرة. That is a learned material. المادة اللي بنتعلمها become a part of molecular structure of the brain، أصبحت جزء من تركيب المخ وعليه less liable to be forgotten. أنا بقولها بطريقة لطيفة عشان تفتكرها. يعني في الستورج أصبحت جزء من structure of the brain. مش إحنا في بالفطرة ساعات الواحد لما يفتكر حاجة كويس قوي يقول لك الحاجة دي انطبعت في ذهني، انطبعت يعني بقت جزء من تركيب المخ. فاللونج تيرم ميموري بتبقى جزء من الموليكولار ستراكشر اوف ذا برين وعليه ادام انطبعت في ذهنك ليس لايبل تو بي فورجيتن فورجوتن. يعني حتى لو اديناك انستيجيا مثلا بينك ما بتفقدش هذه الذاكره. نيجي فاكتورز افكتنج ستورج. بقى دي معلومه طريفه واحبكم تاخدوا بالكم منها، ان هو ازاي نزود الذاكره، يعني هنزودها ازاي. تعال نفكر مع بعض. فاكتورز افكتنج ستورج، عشان الواحد يقول انا عاوز افتكر المعلومات عاوز تقعد مده طويله عشان دي هتعمل بيها بحولها لونج تيرم ميموري. عشان الفاكتورز افكتنج ستورج 8 هقولها لكم بطريقه سهله. 6 يزودوا 2 ينقصوا. حلوة كده؟ 6 يزودوا. أول حاجة global and more elaborate learning. global يعني تدرس موضوع متكامل global، و more elaborate تبقى مفسر واضح فاهم أنت بتدرس إيه. لو أنا شرحت لك أي جزء وما فهمتكش هتنساه. يبقى أول حاجة لازم يبقى موضوع على بعضه، زي النهاردة بندرس مثلا الميموري وكل حاجة مفصلينها more elaborate. same context يعني في نفس السياق، ده يساعد الذاكره. زي ده اظن ده الموديولز اللي بيعملوه لكم دلوقتي في سنه اولى، ان هو يدرس لك ايه مثلا، يقول لك ياخد الهارت ندرس تشريح القلب، الفسيولوجي بتاع القلب، الهيستولوجي بتاع القلب، الامراض بتاعه القلب. يبقى كله في نفس السياق اللي هو القلب، يساعد الذاكره. لكن مش ادرس مثلا تشريح القلب وبعدين ادرس وظيفه الرئه، افتكروا يعني حاجات مالهاش علاقه ببعض. ثالث حاجة better organization of information، ده اللي بنعمله تنسيق للمعلومات اللي هي بنسميها طرق التحفيظ. نخد بالك ان كل حاجة ثلاثة، الميموري ثلاثة ستيجز، الميموري ثلاثة انواع، كل نوع هنتكلم عليه ثلاث حاجات، الديوريشن والكاباسيتي وخصائصه. وبعدين نيجي ننتقل الى النقطة الرابعة learning by using more than one sensory modalities، يعني باستخدام اكتر من احساس. اللي هو بنعمله دلوقتي يا اولاد، زمان كان الطالب عشان تستمع الى محاضرات العبد الله كانت بتسمعها تسجيل بس، وكان شرايط فقط وشريط يسف والمواضيع ده، يعني بيسمع بس. تصور انت النهارده بقى، لا انت بتستخدم اكتر من موداليتي، بتسمعني وشايف، متابعني كويس قوي في الدياجرامز، ومتابعني في شخصي لما بشرح، فده يساعد ذاكرة. نمرة 5 rehearsal and strong concentration، يعني انت تقعد تعيد اللي انا بقوله ورايا واللي انا بعمله، حتى ان انا بعيد المعلومات اللي بقولها وتركز معايا، ده هيساعد الذاكرة. 6 interest and motivation، انك تبقى الموضوع الشيق عاوز تسمعه وفي motivation، بتذاكر ليه؟ عشان عاوز اجيب ترتيب كويس، عشان ارتب في الدفعه اطلع ترتيبي متقدم فاخد نيابه ان سخن. ده اقول لك حاجه، انا زمان كنت بعمل نفسي موتيفيشن مش بس طويله المدى ان انا ابقى من الاوائل، موتيفيشن قصيره المدى. يعني اقول لو انا النهارده رجعت كل السايكولوجي، لو انا النهارده رجعت كل الاندوكراين هروح سينما،
اقوم بدري من الصبح بقى وانا عاوز اخلص عشان هكافئ نفسي ده اروح فيلم، لان لو ما خلصتش مش هروح، فعامل روح موتيفيشن، فكان ده يساعد الذاكره. يبقى دول اول 6 حاجات يزودوا، انك تدرس موضوع متكامل وفهمه جلوبال اند مور الابريت، وبعدين في نفس السياق نمرة 2، وبعدين منظم نمرة 3 اورجانيزيشن انفورميشن، ونمرة 4 تستخدم اكتر من سنس، بتسمع وبتشوف. 5 عمال بنعيد اهو، يعني بعيد دلوقتي بعمل ريهرسل ومركزين مع بعض سترونج كونسنتريشن، وبعدين عندنا انترست في موضوع موتيفيشن. اخر 2 بقى 7 و8 دول بينقصوا الايموشنال فاكتورز. لو حضرتك متوتر او مكتئب، انكزايتي اور ديبريشن، توتر او اكتئاب، ده هيقلل مقدره استدعاء المعلومه. طب نيجي ريبريشن اللي هي الانكونشس فورجيتنج، اللي هو بمعنى اللي هي الكاب او النسيان النشط. انا عاوز اكلمكم عنها شويه، دي هناخدها في السايكولوجي في مرحله لاحقه. ايه الريبريشن دي؟ الريبريشن ده اللي هو النسيان النشط، خلاص هو انكونشس بيحدث في، اهم حاجه انه يبقى بتنسى وانت مش واعي انك منسي روحك، وهو احد الحيل الدفاعيه العقليه، وان اوف ذا منتال ديفنسيف ميكانيزمز. وقلت السايكولوجي بدون امثله مش هتفهم حاجه. يعني اديك مثال على الريبريشن، انا رحت لطبيب اسنان وعملت عنده جلسه كانت وحشه جدا والم رهيب مش طايق نفسي، والراجل قال لي بقى احنا هنكمل شغل يوم الثلاث الجاي الساعه 7. النهار اسود لسه هنكمل تاني المصيبه دي. في عقلي اللاواعي انكونشس نساني الميعاد ده. جه واحد صاحبي قال لي انا معايا تذكره سينما يوم الثلاث من 6 ل 9 فاضي تيجي؟ خد بالك انا ما تناسيتش، انا العقل الواعي نساني الحقيقه دي، لاني مش مقبل على ان اروح له تاني. قلت له اه فاضي، ورحت السينما من 6 ل 9 وخلصت، وبعد ما خرجت يا نهار ابيض ده انا كان عندي معاد لدكتور اسنان. ده يسموه ريبريشن، الكبت او النسيان النشط، وهو احد الحيل الدفاعيه العقليه اللي بتساعدنا في الحياه ان الواحد ينسى الحاجات اللي هو مش عاوزها. طبعا انك تنسى معاد دكتور اسنان دي مش حاجه لطيفه، لكن في حاجات كتيره قوي لما بننساها بتبقى لطيفه جدا. يعني النسيان ده ميزه للانسان، ينسيه الحاجات الوحشه في حياته. ده ريبريشن، ده 8 حاجات اللي هي بتساعد الستورج. نيجي بقى الريتريفال دلوقتي، ان احنا الفورجيتنج باي لونج تيرم ميموري دي مهمه جدا في الام اس كيو يا اولاد. از كوزد باي لوس اوف اكسس ريتريفال فيلير، يعني فقدان مقدره الاستدعاء وليس التخزين. يعني ما زالت المعلومه موجوده، ما زالت ستور، الخلل مش في تخزينها انما الخلل في استدعائها في الريتريفال. ده سؤال ام اس كيو مهم جدا. طب وعندي ايفيدنس كلنا عارفينه، ان انا اجي اسالك هو الراجل ده كان اسمه ايه؟ تقول يا خبر كان في ذهني ناسي يا اخي نسيتني، وبعد 5 دقايق تروح قايل لي اسمه. يبقى ان ابيليتي تو ريكول افكت ات ا تايم، يعني مش قادر تتذكره دلوقتي، ذن ات كمز تو مايند ليتر، وبعدين اتت الى ذهنك بعد كده. يبقى اذا مش، يبقى المعلومه كانت موجوده، ما كانش في خلل في الستورج، الخلل في الريتريفال. تاني اثبات ان في السايكوثيرابي في العلاج النفسي ممكن نساعدك تو ريتريف لاستدعاء معلومات انت نسيتها. يقعد معاك الطبيب كده ويستدعي لك معلومات من الماضي انت ما كنتش متذكرها، هي موجوده ستور لكن ما فيش مقدره على الريتريفر. نيجي الانترفيرنس انفورميشن، مي بي ايذر، في نوعين من الانترفيرنس مع الانفورميشن. ريترو اكتيف لما الجديد ينسي القديم، ذا نيو انفورميشن انترفيرز وذ ريكفري اوف اولد. هو ريترو يعني خلف، يبقى اللي باظ هو القديم بفعل الجديد. اما برو اكتيف يعني نسيت الجديد بفعل القديم، يعني اولد انفورميشن انترفيرز وذ ذا ليرنينج اوف نيو وان. واحد يقول طب دي مثال حلو، مثال سهل جدا. انت حافظ رقم تليفون صديقه، جه قال لك انا غيرت الرقم في رقم جديد، تمام؟ هنا في ممكن ان انت يعني الجديد ينسيك القديم، يعني فاكر الجديد ونسيت القديم. يبقى مين اللي اتنسى؟ ركز، مين اللي اتنسى؟ التعبير على اللي اتنسى. يبقى لما تنسى الاولد يبقى ده ريترو، ورا القديم اكتف. انما لو انت الاولد ما خلاك مش قادر تتذكر النمره الجديده، منطبع في ذهنك جامد، ما إيش قادر تفتكر النمره الجديده اللي قالها، يبقى اللي اتنسى الجديد برو يعني قدام، برو اكتف. يبقى هنا اللي اتنسى النيو بفعل الاولد.
طيب نيجي بقى لل disorders of memory اللي هو أخطاء الذاكرة. أخطاء الذاكرة أو أمراض الذاكرة نوعان، يا quantitative يعني حاجة متعلقة بال quantity بالكم أو qualitative بالكيف. نبتدي بال quantitative، يا إما الذاكرة تبقى أكتر يعني هايبرمنيزيا، ومعناها في لغتنا الجميلة خلاص في لغتنا الجميلة معناها pronounced memory، ذاكرة متقلة، ذاكرة متقلة. وهذا يحدث فين بقى يا أولاد؟ تعالوا نفكر في talented persons، طبعا في الناس الأذكياء جدا بيبقى عندهم ذاكرة متقلة، أو بتحدث في الهايبو مانيك. هايبومانيك يعني الناس اللي هي عندها هوس خفيف، او في البارانويا. البارانويا دي معناها الناس اللي عندها جنون العظمه، لكن ساعات في الطب بنقولها بمعنى شكاك. انا بحب اركز هنا في نقطه جميله يا اولاد، يبقى الذاكره المنتقده انك تتذكر جامد دي نعمه من عند ربنا ما يصحش تتباهى بيها، هي في التالنت بيرسون في الناس المتميزين لكن عشان حضرتك ما تتفاخرش بنفسك، مش حضرتك لوحدك اللي عندك الذاكرة المتقدة، كمان الناس اللي عندها هوس هايبومانيا او عندها مرض جنون العظمة او الشك بيبقى عندهم ذاكرة متقدة. ولا زلت اذكر فيلم رين مان، مثله داستون هوفمان مع توم كروز وخد فيه اوسكار، كان شخص تفكيره بسيط جدا جدا لكن عنده ذاكرة متقدة، فاكر كل حوادث طيارات، لما دخل كازينو حتى يلعب بوكر فاكر كل الورق اللي نزل وخسر الكازينو، عشان كده مشوه. بيبقى عندهم ذاكرة متقدة مع انه هو مش شخص تالنتد، ده هو شخص ضعيف العقل عنده هوس خفيف. فما تتباهاش بانك ذاكرتك متقدة، لان دي ربنا ما ادهاش بس للتالنتد بيرسون، ادها كمان للهايبومانيك والبارانويا. طب نيجي العكس بقى، امنيجيا يعني فقدان الذاكرة، inability to recall partially or total، جزئيا او كليا. دي اربعة انواع، انترو جريد، انترو يعني حاجة قدام، انتيرو يبقى تنسى recent events، ودي تحدث في الشخص النورمال وفي الشيخوخة سنيلتي. طب ريترو، ريترو يعني ورا، يبقى انسى الريموت events الحاجات البعيدة، ودي تحدث في تصلب الشرايين اثيروسكليروزس والسنيلتي والشيخوخة. طب جلوبال، قلنا جلوب بمعنى كل، انسى القديم والجديد ريسنت اند ريموت، ودي تحدث في امراض المخ اورجانيك برين ليجن والسينيلتي. طب نيجي سيركمسكرايبد، سيركمسكرايبد يعني محدود، نسيت حته معينه قبليها فاكر بعديها فاكر، دي سموها فوكال امنيجيا خلاص، اوف وان ايفنت، ودي بتحصل في الهستيريا. يبقى الامنيجيا اربعه انواع، انسى الجديد الريسنت انترو، انسى القديم الريموت ريترو، انساهم الاثنين يبقى جلوبال، انسى حته محدده تبقى سيركمسكرايبد. طيب ننتقل بقى، يبقى قلنا الكوانتيتيف ديش اوردر ميموري، ده سؤال نظري مهم، ممكن تبقى كوانتيتيف او كواليتيتيف. الكوانتيتيف يا زياده هايبر منيزيا، يا اما امنيزيا يعني حاجه فقدان الذاكره. نيجي الكوانتيتيف بقى، فالسيفيكيشن يعني التزييف. انا عندي كان واحد صديق كده، نشوف حادثة يحط بقى ديتيلز مش ما حصلتش خالص، adding false details، يبقى افتكر falsification false details، لاحظ دي جاية من دي وانت بتحفظ عاملها باللون الأحمر، يبقى falsification false details تزييف. طب نيجي اللي بعدها بقى اللي هي ال confabulation، اللي هي ال فبركة، يعني compensatory unconscious feeling of gaps، يعني هو شاف جزء من الحادثة وفي جزء ما شافوش، فتلاقيه راح مكملها. خد بالك هو مش بيكذب، لانه لو كذب ما يبقاش اضطراب في الذاكرة، ما يبقاش نوع من انواع اضطرابات الذاكرة، لا يبقى كذب، انما هو بيتصور انه شاف هذا الجزء مع ان في جزء ما شافوش، عقله كمله، يبقى compensatory unconscious feeling of gaps.
by imagining untrue, حاجة مش حقيقية, experience that never happened, عمرها ما حصل. وهذا يحدث في الهستيريا وفي السايكوزيس يعني جنون, وفي الكورساكوفز اللي هو الالكول. الناس اللي بتشرب الكول كتير بيحصل لها هذه الظاهرة, يسموها مرض اسمه كورساكوفز. دي مع الناس اللي هو مدمني للخمور, وبتعمل نوع من انواع الديمنشيا, التدهور العقلي. بس يفرق عن الزهايمر ان الزهايمر بروجريسيف يعني بيتدهور للاسوء, انما ده لا, نون بروجريسيف ما بيتدهورش للاسوء بسبب الدمج في الشورت تيرم ميموري. طيب نيجي بعد كده ليل ديجا بو, بس اعذروا نطقي ان ما عنديش فرنسيه. ديجا يعني مسبق, بو يعني في الرؤيه, فهنا اللي هي معناها وهم سبق الرؤيه. يعني انت واحد متصور انك شفته قبل كده, او مكان شفته قبل كده وانت عمرك ما شفته, لان الشخص ده اول مره يجي المدينه دي, المكان ده اول مره يفتح. فده اسمه illusion يعني وهم, of visual recognition, ان انا الشخص ده شفته قبل كده, المكان ده جناه قبل كده, وهو اول مره يفتح, او الشخص ده اول مره يجي المدينه. طب في نفس الكلام في السمع, ديجا يعني مسبق, انتونديو يعني في السمع, illusion of auditory recognition يعني وهم في السمع, انك انت سمعت الاغنيه دي قبل كده, الاغنيه دي اول مره تتذاع. امتى يحدث وهم سبق الرؤيه او وهم سبق السمع؟ لما الواحد يبقى تعبان قوي, فتيج, او حاله انتوكيشن, تسمم, وفي بعض انواع الابيليبسي الصرع. طب في بقى ظاهره بالعكس اللي هي جامي فيو, يعني بالعكس, يبقى انت حاسس انك انت false feeling of unfamiliarity with real situation, انك انت ما شفت الشخص ده وانت شفته قبل كده, ان المكان ده عمرنا ما جيناه وانت جيته قبل كده. يعني false feeling of unfamiliarity, ان دي حاجة غير مألوفة بينما هي مألوفة with real situation. يبقى ده الاضطراب في الذاكرة, وهو من اشهر الاسئلة اللي تيجي في النظري. يبقى الاضطراب كان قد يكون quantitative في الكم, الذاكرة تزيد, hyperamnesia, او تفقد امنيجيا مش فاكر, يبقى اتنين بس. انما قد تكون في الكواليتي خمس انواع: تزييف فالسيفيكيشن, فبركة كونفيبيليشن, او وهم سبق الرؤية ديجا فيو, وهم سبق السمع ديجو انتاندي, او بالعكس انك انت متصور انك انت يعني مش فاكر وانت مفروض تبقى فاكر, اللي هو المألوف المنسي يسموه المألوف المنسي, ودي غالبا بتحدث لمدد قصيرة. نيجي بقى الموضوع الألطف والأجمل والأحسن النهاردة اللي هو learning. فنبتدي what is the definition of learning, اللي هو التعلم. ده موضوع جميل وهنقول فيه تجارب رائعة, you will love it. عشان أنا عاوزكم تعرفوا أن علم السيكولوجي ده مش مبني على إنشاء, ده مبني على حقائق وتجارب علمية موثقة. فنبتدي بالليرنينج. By definition, it's long standing change in behavior, يعني تغير في التصرفات طويل المدى. يعني التعلم ده بيخلي بيغيرنا, يقول لك ده متعلم واعي. يبقى long standing change in behavior, ادي الجملة الاولى من الجمل الاربعة. As a result of acquiring experience, كنتيجة لاكتساب خبرات. Present at birth, ممكن عند الولادة, او as we grow up. واحد يقول هو يعني الواحد ممكن يتولد بيتعلم حاجة؟ ده عاوز اقول بقى سؤال مهم, وهنا ادي اول قصة حلوة في learning, اللي هو learning by imprinting, يعني بنتولد عارفين حاجات. وبحكي قصة جميلة مؤداها الآية. انتوا عارفين البط يا أولاد في الصورة المألوفة, ان البطة كبيرة ويمشي وراها البط الصغير عشان خاطر يعني هي اللي بتوكلهم, يعني امبرنت جواها ان يمشي ورا البط الصغير. الراجل عمل تجربة جميلة جدا, خد بطة من البط الصغير ده اللي ولدته البطة دي او اللي فقست دي في منه, وخد البطة الصغيرة دي وعزلها عن بقية البط الصغير, ابتدى هو يوكلها فتمشي وراها, يوكلها تمشي وراها. تصور ايه اللي حصل لما البطه دي جابت بط تاني صغير, البط الصغير ما مشيش ورا البطه الام, مشي ورا الراجل ده اللي كان بيوكله, لان الحياه مرتبطه مين اللي بيوكل الام, الراجل. فالبط الصغير
imprinted الطبع في مخه ان الحياة مرتبطة بهذا الرجل مش بالبطة الام، فابتدى يمشي ورا الرجل ده عشان يوكله. فده يوريك ان الليرنينج ممكن يحدث من البيرث، يعني بنسميه learning by imprinting. مش كل learning acquired مكتسب، في جزء منه بيبقى يعني مطبوع في الجينات، وده سؤال امسكيو مهم جدا. الجملة الرابعة، learning ده not caused by maturation، لازم يبقى مش سبب النضج. لان احنا لما بننضج يا اولاد مش بنتعلم اكتر، النضج ما بيخلناش معلوماتنا تزيد، بيخلينا يعني نعي قيمة ما نعلم اكتر، لكن بيزودش المعلومات، او ما يكونش بسبب temporary condition زي الفاتيج او الدراج. يبقى ده تعريف الليرنينج، تعريف التعلم، انه تغير طويل المدى في التصرفات، ادي الجملة الاولى، بسبب اكتساب خبرات. الجملة التانية، ممكن يحدث من الولادة او احنا بننمو من بيرث او grow up، وليس بسبب نضج، وليس بسبب temporary condition. طيب نيجي types of learning، انواع learning. learning يا ولاد ثلاث انواع، في associative learning يعني التعلم بربط الاشياء، وده تجارب رائعة associative learning. وتاني نوع اللي هو التعلم بالملاحظة observational learning، اللي هو بنقول فيه أهمية القدوة زي ما هنتكلم، ان الواحد بيلاحظ الناس اللي هو يعني مسؤولين عنه، آباء ومدرسين، معجب بيهم وبيقلدهم، يبقى فيه learning by observation. ده نوع التاني. والنوع الثالث اللي هو cognitive أو complex learning، يعني التعلم، وده أصعب أنواع التعلم، يا إما بالإدراك الكوجنيشن أو التعلم بالدراسة. يبقى فيه التعلم بربط الأشياء نمرة واحد، التعلم بالملاحظة اللي هي القدوة نمرة اثنين، التعلم بالإدراك وبالدراسة نمرة ثلاثة. فنبتدي بال associative learning اللي هو التعلم بربط الأشياء، نعلم بنربط الأشياء ببعض، ده اللي هو يسموه associative learning، اللي هو نتعلم ربط الأشياء ببعضها البعض. وده هنقسمه الassociative learning وده الأهم إلى نوعين. أول واحد اللي هو classical conditioning، الconditioning الكلاسيكي، وده عمله وعمل الدراسة بتاعته عالم فيسيولوجي روسي اسمه إيفان بافلوف، خلاص، وحصل على العديد من الجوائز، فخر المعلومات العامة أهمهم جائزة نوبل في الفيسيولوجي عام 1904. وعلى فكرة أنا عاوز جملة بحب أقولها، معظم جوائز نوبل في الطب، في جائزة نوبل في الطب كانت من نصيب العلماء الفسيولوجين، يعني اللي خدها بتوع الفسيولوجي. وده ليه؟ لان الفسيولوجي يا اولاد، ودي مش يعني اهو اثبات، اهو مش كلام انا، ده ركيزة العلوم الطبية. عشان كده دور معظم جوائز نوبل في الطب كانت من نصيب الناس بتوع الفسيولوجي، وواحد منهم اللي هو العالم الروسي ايفان بافلوف في التجربة المشهورة جدا، وحصل على جائزة نوبل في سنة 1904، لكن التجارب بتاعته عملها في 1890. ايه فكرة التجارب؟ لطيف قوي قوي. فهو كالآتي، بنتعلم ربط اشياء في البيئة باحتياجات بيولوجية مثل الاكل والشرب. واحد يقول لي دينا امثلة، ما هو بدون امثلة مش هنفهم حاجة. بمعنى حضرتك لما بتبقى قاعد في قطتك بتذاكر وتسمع الشوك والسكاكين والصحون بتتحط على المائدة، او يدهمك رائحة الطعام، يبقى فيه اكل، فيبتدي يسيل كل عصائر الجهاز الهضمي ومن ضمنها اللعاب، حتى يقول لك رائحة يسيل لها اللعاب. يبقى انت ربطت، اتعلمت انك تربط صوت الشوك والسكاكين والصحون على المائدة، او رائحة الطعام، او منظر الطعام باكل، وعليه حصل زيادة في العصائر بتاعة الجهاز الهضمي، واللي قادرين نشوفه منه هو مين؟ هو اللعاب. تمام؟ ونحكي القصة عملها ازاي بقى. يبقى الديفينيشن هو الاستابليشمنت اوف نيو ستيمولس ريسبونس ريليشن شيب. وتعالى نحكي القصة بتاعتنا اهي كالآتي، انه بافلوف ده كلب لما يجيب له
اكل ليكن عظمه هنا، اول ما يشوف العظمه او الاكل يحصل له سالايفيشن لعاب. يبقى العظم ده unconditioned stimulus يؤدي الى unconditioned response اللي هو اللعاب. كل مره يجيب الاكل يسير اللعاب، يجيب الاكل يسير اللعاب. ايفان بافلو عمل حاجه جميله قوي، كل مره بقى يجيب الاكل بقى يضرب جرس، كل مره يجيب الاكل يضرب جرس. الجرس ده نيوترال ستيمولس، يعني المفروض ما يعملش لعاب، بس الكلب ارتبط في ذهنه في السيريبرال كورتكس صوت الجرس بمقدم الاكل، صوت الجرس بمقدم الاكل. فابتدى لما يضرب الجرس بس مفيش اكل، الكلب يسيل اللعاب بتاعه. فده يسموه بقى الجرس هنا اللي هو النيوترال ستيمولس يسموه كونديشن ستيمولس. كونديشن يعني ايه؟ يعني مرتبط، لانه تم ربطه، حصل ربط ما بينه وبين الاكل. والسالايفيشن في هذه الحاله يسموها كونديشن ريسبونس، كونديشن ريسبونس. فبافلوف قال ان التجربه بتاعتي ثلاث مراحل، تعال نقراها بقى مع بعض. بري كونديشنينج قبل الربط كان ايه؟ لو جبت اي جر اي كلب وديته اكل هيحصل له سالايفيشن لعاب، اي كلب بدون اي حاجه. يبقى هنا الفود انكونديشن ستيمولس والسالايفيشن انكونديشن ريسبونس. طب بعد التجربه البوست كونديشنينج بقى ايه اللي حصل؟ بقى البيل ساوند اللي هو نيوترال ستيمولس اللي هو كونديشن ستيمولس يعمل سالايفيشن اللي هو كونديشن ريسبونس، واللي قلنا موجوده في حالتنا بدل صوت جرس صوت الشوك والسكاكين والصحون، رائحه الاكل، منظر الاكل بيسيل لعاب، لانه ارتبط الصوت ده بالاكل. طب نيجي بقى المرحله اللي في النص اللي هي الكونديشنينج. الكونديشنينج هي البيرنج، يعني ربط الجرس بالاكل، الجرس بالاكل، مش كده وبس، اند ريبيتيشن، ونعيدها يعني ما تعملهاش مره واحده. بيرنج اند ريبيتيشن، بيرنج اند ريبيتيشن اوف ايه بقى؟ اوف انكونديشن ستيمولس اللي هو الاكل بالكونديشن ستيمولس اللي هو نيوترال ستيمولس اللي هو صوت الجرس. يبقى دي المراحل الثلاث. يبقى كل كلب قبل التجربه بري كونديشنينج الاكل بيطلع لعاب، يبقى ده انكونديشن ستيمولس يؤدي الى انكونديشن ريسبونس. بعد التجربه اصبح صوت الجرس بيطلع لعاب، يبقى البيل ساوند اللي هو كونديشن ستيمولس يطلع لعاب، ده كونديشن ريسبونس. طب اهم حاجه الكونديشنينج بقى انك تربط الجرس بمقدم الاكل بيرنج وتعيدها لقصاد الكلب مرات ومرات، بيرنج اند ريبيتيشن ما بين الانكونديشن ستيمولس والكونديشن ستيمولس. ده اللي هو التجربه المشهوره جدا بتاعتها. طب نيجي بقى شويه حقائق مهمه جدا في الام اس كيو. الاكوزيشن ستيج، خد بالك كلمه اكوزيشن في الانجليزيه من كلمه اكواير يعني اكتساب، اللي هي الترايل ستيج، المرحله التجريبيه اللي حصل فيها الاورجانيزم حصل له اسوشيشن، ربط ما بين تو ستيمولاي، الان كونديشن ستيمولس اللي هو الاكل والكونديشن ستيمولس اللي هو النيوترال اللي هو صوت الجرس. صوت الجرس لوحده مش المفروض يعمل لعاب، لكن لما ربطناه بالاكل بقى يعمل لعاب. طب نيجي ري انفورسمنت. ما احنا قلنا الموضوع مش بيرنج بس، ريبيتد بيرنج. ري انفورسمنت يعني تعزيز، تقويه هذا الربط بالاعاده، ريبيتد بيرنج لمين؟ للكونديشن ستيمولس والانكونديشن ستيمولس. ادى الى ايه بقى؟ سترينثنينج اوف ذا اسوشيشن بين بوث، العلاقة واضحة ما بين الجرس يعني أكل. طيب ناخد التجربة دي، كانت طويلة جدا وفيها حاجات جميلة خالص هنشوفها دلوقتي مع بعض. معلش زي ما بقول يا أولاد، أنا بشتغل مخرج ومصور وكل حاجة في الدنيا وشارح يعني، بس الحمد لله ريزالتس كويسة. وأشكر كل الناس اللي بعتوا لي فيديو جميل خالص الحقيقة، يعني تأثرت بيه إلى أقصى درجة، كان ليشكروني. والحقيقة يعني يعني محبتكم وكلماتكم ومشاعركم العميقة هي اللي يعني بتديني الفيول، الوقود للاستمرار. يعني أنتم أبنائي وربنا يعلم مدى حبي لكم، و أتمنى أن ربنا يديني من العمر وقدر من الصحة يمكنني أن أنا أستمر في أداء هذه الرسالة إلى أطول فترة ممكنة بإذن الله. نيجي الإكستنشن. إكستنشن يعني اندثار. تخيل حضرتك لو ضربنا الجرس وما جبناش أكل، فالكلب حصل له سالفيشن وبعد كده ما جاش أكل، نضرب الجرس وما نجيبش أكل، نجيب الجرس وما نجيبش أكل،
الله الكلب عشان الجرس بقى ما بيبقاش وراك فالجرس مش هيعمل لعاب، يبقى يحصل انقراض انقضاء لهذه الظاهره. بس خد بالك جراديوال ديسابيرنس، يعني مش من اول مره، جراديوال ديسابيرنس اوف بيهافير اللي هو السليفيشن. ليه؟ لانك عملت اليمينيشن يعني ازاله للريورد، ما بقاش في اكل وراه، ازلت الجائزه اللي هي الفود. صور دي اهم نقطه في الام اس كيو يا اولاد، اتس نوت ا باسيف بروسيس. هو الكلب مش نسي ان الجرس يعني الاكل، لا دي اتس ان اكتيف بروسيس. هو فاهم ان انت بتضحك عليه، اتس ان اكتيف بروسيس نوت سمبلي فورجيتنج ذا ريسبونس. والدليل بسيط جدا، انك لو بعد الجرس جبت اكل مش هتحتاج بقى انك تعيد التجربه مرات كتير قوي عشان خاطر يعاد هذا الربط، انه it returns more quickly the second time if the food and sound are paired again. حتى يسموها spontaneous recovery، يعني recovery تلقائي. يبقى ده يدل الموضوع ما كانش نساب، والكلب فهم ان سعادتك بتضحك عليه، بتضرب جرس وتجيبش اكل خالص، مفيش سليفيشن. تو ما رجعت تجيب الاكل مع الجرس رجعت الظاهره تاني، spontaneous recovery. يبقى it's an active process، ما هياش مجرد باسيف ان هو نسي. نيجي السكند اوردر كونديشنينج، دي مهمه جدا. السكند اوردر كونديشنينج انك انت هتربط سكند كونديشن ستيمولس بالفيرست كونديشن ستيمولس، هتعملها دلوقتي هنشوفها مع بعض. السكند كونديشنينج انا بس عاوز اتذكر حاجه اقولها لكم مهمه جدا بعد ما نقول دي، او تعال نقولها دلوقتي عشان ما ننساهاش، ان في في الكلاسيكال كونديشنينج اللي بنشرحه دلوقتي بتاع قصه الكلب والجرس والاكل، هيفرق عن الاوبرانت كونديشنينج اللي هنجيلها بعد كده، في شيئين مهمين جدا في الام اس كيو. ان المتعلم اللي هو الكلب او الانسان، اذا كان مثلا صوت الشوك والسكاكين باسيف، يعني بمعنى ان الاستجابه اللي بيعملها لا اراديه، ان انا لما بسمع صوت الشوك والسكاكين ومعالي الكلب لما بيسمع صوت الجرس كل عصائر الجهاز الهضمي بما فيها اللعاب اللي احنا شايفينه بتزيد، دي حاجه مش اراديه، حاجه لا اراديه. يبقى في الكلاسيكال كونديشننج الليرنر باسيف، دي مهمه في الام اس كيو، لان في الاوبرانت او الانسترومنتال كونديشننج هيبقى اكتف. بقولها دلوقتي وارجع اقولها تاني. تاني حاجه ان الاستجابه الريسبونس بتلازم المؤثر، يعني في وقت الجرس بيتضرب يحصل لعاب. في الثانيه هنلاحظ انه بتحصل بعد مش قبل، مش ملازمه ليها، هنا الاستجابه تلازم المؤثر، ده بس نقولها عشان خاطر ما ننساهاش. نرجع تاني للسكند اوردر كونديشننج بقى، يعني ايه؟ يعني هنربط الكونديشن ستيمولس بسكند نيوترال برضه كونديشن ستيمولس. طب المثال لطيف جدا، شخص لا قدر الله اللي عنده كانسر، لما بيدوله كيموثيرابي ده ان كونديشن ستيمولس، الكيموثيرابي معروف بيعمل غثيان نفس وقيء، ده كونديشن ريسبونس، ده ان كونديشن ريسبونس. يبقى في اي انسان من غير اي ربط عنده كانسر لما يدوله الكيموثيرابي بيجي له غثيان نفس ويتقايل. الكيموثيرابي هنا ان كونديشن ستيمولس، والغثيان النفس والمقاء ان كونديشن ريسبونس. طيب هو ما بياخدهاش في الشارع الحكايه دي، بياخدها فين بقى؟ في الكيموثيرابي روم. فاول ما يدخل الكيموثيرابي روم وينام على الريكلاينر اللي هو الكرسي ده اللي هو بيبقى زي الشيزلونج كده، الواحد يعني لا هو سرير ولا هو كرسي متسطر عليه يسموه ريكلاينر. اول ما يدخل الكيموثيرابي وينام على الريكلاينر ده، يبقى هياخد الكيموثيرابي قبل ما يجيبوا الكيموثيرابي، قبل ما يحطوا له الابره في دراعه يكون اوريدي حصل له غثيان نفس. ليه؟ لان ارتبط الكيموثيرابي روم دي بانه هياخد حاجه تعمل غثيان نفس. يبقى هنا الكيموثيرابي روم هي الكونديشن او نيوترال ستيمولس. طيب تصور لو في حاجه مرتبطه بالكيموثيرابي روم، anything associated مع الكيموثيرابي روم هتجيب له برضه نوزيا غثيان نفس، فيسموها بقى ايه هنا؟
second order condition stimulus. يعني زي ايه؟ تصور لو هو ماشي في مول شاف الدكتور بتاع الكيموثيرابي اللي هو مرتبط باوضه الكيموثيرابي مرتبط بالكيموثيرابي، شاف الممرضه، شاف ريكلاينر بيتباع في محل زي اللي بينام عليه بالظبط لما بيدوله الكيموثيرابي الكرسي ده، بيجي له غثاء نفس. فده يسموه second neutral condition reflex، ده second order conditioning. يبقى ممكن نربط condition stimulus بcondition stimulus الاولاني اللي هو زي ما شفته ان الكيموثيرابي روم دي الكونديشن ستيمولس الاول. اي حاجه متعلقه بالكيموثيرابي روم زي الدكتور زي الممرضه زي ريكلاينر يبقى ده سكند اوردر كونديشن ريفلكس، برضو اول ما يحصل يشوفه يجي له غثاء النفس. نيجي الجنراليزيشن تعميم، تجربه طويله قوي قوي بتاعت ايفان بافلوف اللي خد فيها جائزه نوبل قلنا بتاع فيسيولوجي، هو على فكره مش سايكولوجي. سيميلر ستيمولاي to the conditioned stimulus produce the same conditioned response. يعني مش لازم نفس صوت الجرس اللي اتعمل في التجربة، اي جرس اخر يسمعه الكلب ممكن يحصل له salivation. طب ايه دي بتفيدنا؟ ايه السيكولوجي ده في تربية الاطفال؟ ان الطفل الدكتور لابس بلطو ابيض بيدي له حقنة، فالولد ارتبط في ذهنه البلطو الابيض بالالم، بالحقنة والالم. البلطو الابيض ده بالنسبه له كونديشن ستيمولس، معناها ان في حقنه اللي هي ان كونديشن ستيمولس اللي هتؤدي الى الم اللي هو ان كونديشن ريسبونس البلطو الابيض. فروحنا بيه للحلاق، الحلاق مش هيديله حقنه، رحنا للجزار هنشتري لحمه مش هيديله حقنه. ليه؟ كل منهم لابس بلطو ابيض، اول ما شاف الحلاق او شاف الجزار لابس بلطو ابيض الواد خاف وبيعيط. واحنا مش فاهمين ابعاد ليه يا ابني؟ اه دلوقتي فهمنا بقى، ده جنراليزيشن ان سيميلر ستيمولاي to the condition stimulus اللي هو الدكتور البلطو الابيض بتاع الدكتور هيدوا the same condition response اللي هو الخوف والاحساس بالبين. انما ستيل شوف الروعه في التجربه، في stimulus discrimination اللي هي reaction to difference للاختلاف. يعني لو حضرتك ضربت جرس مختلف وما جبتش اكل، الاكل بيجي مع جرس معين، صوت معين لجرس معين. اه الكلب اي جرس في الاول بيحصل له سليبيشن، لكن حضرتك ابتديت تجيب اي صوت مختلف عن الجرس الاساسي لن يعقبه اكل. صور الكلب كان ديسكريمينيت، ممكن يميز ان في ديفرنس، مش هو ده الجرس اللي بيجيب الاكل. فسبحان الله الكلب مع الجرس اللي عملت بيه التجربه يحصل له لعاب، الجرس الثاني ما عملوش لعاب. يبقى ذا انيمال كان ديسكريمينيت، يمكن ان يميز ويستجيب ريسبونس اونلي تو وان بارتيكولار ستيمولس اللي هو الجرس الاساسي، بات نوت تو ذا اذر سيميلر وانز. ده تجارب لو حكيت لكم عنها مذهله. ده في تجربه عملوها على طيور بنفس المنطق، كانوا بيودوا يعني بيوروها صور طير بتتفرج على صور لبيكاسو تجريديه وصور ثانيه ناتشرال طبيعيه، مش صور تجريديه بطريقه بيكاسو، وبيدوا الحاجه ورا الصور الطبيعيه ما بيدوهاش ورا صور بيكاسو او العكس. بقى الطير يميز لما يرور الصوره دي من الصوره دي، بيميز بين صور بيكاسو التجريديه والصور الطبيعيه. ستيمولس ديسكريميشن رائعه التجارب بتاعه ايفان بافلوف في الكلاسيكال كونديشن. نيجي الاروع بقى وهي الاوبرانت كونديشن اللي هو ابو الاوبرانت كونديشننج، راجل اسمه بي اف سكينر. بس على فكره بي اف سكينر ده ما خدش جائزة نوبل في التجارب بتاعته اللي هو عمل الاوبرانت او الانسترومنتال كونديشننج، وانا بحب الشرح بتاعي يبقى موثق بالمعلومات ويعني فاهم كل حاجة. فالبي اف سكينر ده عالم سايكولوجي، ده سايكولوجي بقى مش فيسيولوجي زي ايفان بافلوف، امريكي مش روسي. كان في جامعة هارفارد وكان في اليسوف على فكرة، عاش ما بين سنة 1904 و 1990، واقتنع بعد تجاربه بأن التصرفات محكومة بتوابعها. يعني لما أعمل تصرف يحصل بعديه حاجة كويسة يبقى عاوز أعيد هذا التصرف، لما أعمل تصرف يحصل بعديه حاجة وحشة مش هعيد هذا التصرف. وعليه استنتج أن الإنسان والحيوان بيفعل شيء ما إما للحصول على الجزاء، يعني عشان خاطر أنا بعمل حاجة معينة عشان خاطر في حد هيديني قصاده حاجه عشان كده بقى عاوز اعيدها لان في جزاء كويس جاي،
او لتفادي العقاب. واثبت ذلك في التجارب اللي هنشوفها دلوقتي اللي عملها على الفئران، واللي بدات على فكره هو طالب في جامعه هارفارد مش هو استاذ، اللي هو ربط التوابع مع التصرف. فالفكره كالاتي في ربط التوابع مع التصرف: اذا حدث شيء تابع جيد، يعني انا عملت حاجه وبعديها حصل التابع كان حاجه جيده، بنعيد التصرف. يبقى عاوز اكرر التصرف تاني، ان التصرف بينتج عنده حاجه كويس، فسمى ده reinforcement، يعني تعزيز. يبقى reinforcement ده تملي بيدفعنا لاعاده التصرف. reinforcement حتى بالكلمه تعزيز يعني اعاده التصرف. طب اذا كان التابع ده بالاضافه، يعني انا عملت حاجه فخدت جزاء ذلك حاجه، يسموها positive reinforcement. انما لو كان التابع ده انا عملت حاجه فحصل وراء حاجه جيده برضو، بس الحاجه الجيده دي كانت في صوره ايه؟ في انها شالت حاجه وحشه، كان بالازاله، يسموها نيجاتيف رينفورسمنت. يبقى كلمه بوزيتيف ونيجاتيف هنا لا تعني شيء جيد جود اور باد، تعني هل الحاجه اللي عززت اعاده التصرف، هنقولها دلوقتي طبعا امثله رائعه، الحاجه اللي عززت هذا التصرف كانت بالاضافه، بسطتني بالاضافه، او بسطتني برضو بس ان شالوا حاجه وحشه. لو بالاضافه تبقى بوزيتيف، لو بالازاحه تبقى نيجاتيف، حتى علمتها لاجيال. تذكر علامه بوزيتيف بلس، يبقى بوزيتيف هتضيف، بلس يعني تضيف، نيجاتيف رينفورسمنت نيجاتيف اظن زي علامه الماينس يعني تزيد. في الحالتين البوزيتيف او النيجاتيف رينفورسمنت هيقوي التصرف، هيخليني اعيده لانه رينفورسمنت، بس كنتيجه لاضافه تبقى بوزيتيف، كنتيجه لازاله تبقى نيجاتيف. واحد يقول لي طب قول لنا بقى الحكايات بتاعتك عشان نفهم وتشوف تاثيرها في التربيه، زي ما كنت بقول حلقه مع الاخصائيه الاكثر شهره الدكتوره مها رداميس امبارح على نفس القصه دي، اللي هي على، وقلت هذا المثل اللي هقوله دلوقتي، كنا بنقولها على تربيه الابناء، ويمكن ابقى احطها لكم على الفيسبوك لما بس يدوني اللينك بتاعها. مطلوب من طفل انه ينظف الغرفه بتاعته، فطفل عقب تنظيف غرفته ابوه وامه تم اضافه بعض النقود الى مصروفه، بدل ما يديله 5 جنيه يديله 10 جنيه. يبقى هنا التابع جيد انه بينظف الاوضه، تم اضافه زم زياده المصروف، يبقى هيحب ينظف الاوضه، يبقى ده بوزيتيف ري انفورسمنت. طب بالعكس ابوه وامه عاملين يصرخوا يا ابني نظف الاوضه، يا ابني نظف الاوضه، لهم سيبوني نظف الاوضه، مش هنسكت لما تنظف الاوضه. نظف الاوضه ابوه وامه سكتوا، يبقى حاجه جيده برضو ان على الاقل الدوشه بتاعتهم راحت. يبقى هنا حاجه جيده بس بالازاله، انه بطلوا يصرخوا بطلوا يتكلموا، فهو بينظف عشان يخلص من زعيقهم، يبقى ده هيبقى نيجاتيف ري انفورسمنت. يبقى فاهم اتنين حلو، ري انفورسمنت يعني حاجه حلوه، بوزيتيف يعني تم اضافه خد فلوس زياده، نيجاتيف خلص من زعيق الناس دي. طيب إذا حدث تابع سيء بقى في التصرف، يعني عملت تصرف حصل وراها مصيبة، يبقى يسموا ده punishment عقاب، يبقى عيد التصرف تاني حصل حاجة وحشة، يبقى ما عيدش، يبقى البانشمنت ده عكس reinforcement يخليني ما عيدش التصرف تاني. تصور برضو البانشمنت في positive وفي negative، يعني هل العقاب بالإضافة أو العقاب بالإزالة؟ وتعالى برضو أقول المثل اللي هو يفهمها لك كويس أوي، طفل ما بيعملش الواجب المدرسي، ما عملش الواجب فتم عقابه عشان نوقف التصرف ده، نوقف عدم انه يعمل الواجب، بانه قلنا له بص بقى ده انت ما عملتش الواجب في البيت، قلنا له حضرتك مش هتغسل الطبق بتاعك بس، هتغسل كل الصحون عشان انت ما عملتش الواجب، او في المدرسه مش انت ما عملتش الواجب، انت مش هتاخد ديفوار كان الناس بتوع الفرنساوي نص ساعه بس، هتقعد تكتب ساعتين عشان انت ما عملتش. فطبعا تاني مره يعني هيتوقف عن انه ما يعملش الواجب، لانه هنا اضافوا عليه حاجه ضايقته، حاجه سيئه، سواء شغل كتير في البيت او سواء شغل كتير في المدرسه. او ممكن العقاب يبقى بالازاله، يعني الطفل ما عملش الواجب المدرسي فابوه وامه قالوا له طب يا حبيبي ما فيش مصروف، يبقى العقاب هنا بالازاله، ما فيش الموبايل هناخده منك اللي عمال واخد وقتك ده كله، يبقى ده نيجاتيف بانشمنت. يبقى مرة أخرى بوزيتيف ونيجاتيف لا تعني جيد وسيء. الحاجة اللي تخليني أعيد التصرف الجيدة اللي هي الري انفورسمنت،
الحاجة الوحشة اللي ما تخليش يعيد التصرف اللي هي البانشمنت. كلاهما ممكن يبقى بوزيتيف لو بالإضافة، بوزيتيف بالإضافة، بوزيتيف بإضافة حاجة، نيجاتيف بإزالة حاجة. I hope I'm clear and I'm always clear. طيب نعرف. نلاحظ احنا هنا شيئين. ايه الفرق بين بقى الانسترومنتال اللي هو الاوبران كونديشنينج بتاعت سكينر وبتاعت الجدع اللي هو ايفان بافلوف؟ ان هنا المتعلم اكتف بيعمل حاجة مش باسف، وان التابع بيحدث بعد مش ملازم، افتر مش ملازم، زي هناك كان صوت الشوك والسكين يعمل سالفيشن في نفس الوقت. دي نقطة مهمة جدا في الام اس كيو. يبقى في الكلاسيكال كونديشننج بتاعت ايفان بافلوف باسيف، انما في الاوبران كونديشننج بتاعت بي اف سكينر اكتف الليرنر المتعلم المتلقي. هناك في تلازم بين الشيئين في نفس الوقت، انما هنا تابع تابع تابع. اي هوب تبقوا فاهمينها كويس يا اولاد. طيب نكمل اوبران كونديشننج، نشوف بقى اللي مكتوب عشان نقوله مع بعض. Operant condition هو بتاع البي اف سكينر. Learner is active هنا. هنا هتفهم معايا كويس قوي. Operant قلنا اللي هي response that has some effect on the world. اللي هو الاستجابة اللي هتحصل. هل هي reinforcement أو punishment؟ Reinforcement هتزود هي increases، وpunishment هتdecreases هتقلل. Reinforcer اللي هو تعزيز، افهمها تعزيز يعني حاجة بتعزز يعني بتزود. stimulant that follows the response المؤثر اللي بيتبع تصرف، ودائما ابدا it increases the probability بيزود احتمال ان احنا نعيد التصرف. انما البانيشر اللي هي stimulant that follows the response العقاب بيتبع التصرف، وفي جميع الاحوال بيعمل ايه العقاب؟ decreases the probability that the response will occur again. تمام؟ reinforcer or punisher may be positive or negative. هما الاثنين positive or negative. وقلنا positive او negative يا اولاد مش معناها good or bad، مش معناها حلو او لا. positive يعني بالاضافه، ونegative معناها بالازاله. اهي معلش. positive reinforcer and punishing occurs by، شوف اهي positive علامه positive يعني زائد، by adding stimulus after the response. انما نيجاتيف reinforcer or punisher نيجاتيف هي زي علامه ماينس يعني by removing the stimulus after the response. طب لو قال لي reward مكافاه، دي يعني تبقى في الام اس كيو. ايه ده؟ سؤال ام اس كيو مهم. reward ده جايزه بديها لك، فانت لو خدت جايزه هتعيد التصرف، يبقى ده reinforcer. اديتك حاجه يبقى ده positive reinforcer. طيب نيجي escape conditioning. قلت السيكولوجي يا اولاد، وبتعجب من بعض الزملاء اللي بيشرحوا بدون امثله. هو الطالب جاي يحفظ مقولات السيكولوجي بدون تجارب موثقه بدون امثله، يعني وهم كلام لا صح. هنا الاسكيب كونديشنينج ريسبونس ذات تيرمينيتس، يعني بينهي استجابه بتنهي ان افيرسيف ستيمولس. افيرسيف يعني حاجه منفره، حاجه وحشه. يبقى انا حاجه بعملها عشان اشيل حاجه وحشه. المثال هنا لطيف جدا جدا. في صوت عالي مزعج، فعلمنا القرد لما يشد حبل السبيكر بيقف اللي بيدي الصوت المزعج ده. فتصور اول ما نعمل الصوت المزعج القرد يجري على طول يروح شادد الحبل. يبقى القرد اتعلم ان يشد حبل لانهاء صوت عالي مزعج. ده يسموه اسكيب، بيهرب من الدوشه دي. اسكيب كونديشنينج ادي الاكزامبل بتاعها، تبقى عارفه. طب نيجي بقى الاكزامبلز اوف اوبرانت كونديشنينج. هناخد هنا ثلاثه اكزامبلز. قلنا يعني رقم السعد النهارده في المحاضره دي كله رقم ثلاثه. فهنبتدي اول حاجه اللي هو عملها ادوارد ثورندايك. ادوارد ثورندايك ده عالم سلوكيات امريكي، ده كان في جامعه كولومبيا، ووضع قانون هناخده دلوقتي حالا اسمه اللا اوف افكت في سنه 1911. شوف عمل ايه ادوارد ثورندايك في سنه 1911. ده اشتغل مع قطط. جيب القطه، حط الكات ان اودن بوكس،
في صندوق خشب. القطة ما بتحبش تتحبس ابدا. فالقطة tries to get out، عاوزة تخرج. However nothing would work، مش عارفة تخرج الا اذا هو حاطط ليفر يعني رفعة، لو داست عليها يتفتح باب وتخرج. Until it hits the lever هتفتح الباب وتخرج. طيب يحبسها تاني. By repeating the experiments اتعلمت القطة was able to hit the lever quickly. كل ما يعيدها اكتر تتعلم ان يعني تفهم اللعبة اسرع. التاني مرة خدت وقت اطول شوية عشان تفيجر اوت، عشان خاطر تعرف تعمل ايه. تالت مرة وقت اقل، رابع مرة وقت اقل، ان سؤال. فبالtrial and error بالمحاولة والخطأ learning القطة بتحتاج less time عشان توصل للرفعة وتضربها وتفتح الباب and better performance of care over a series of trials. وبالتالي حط بقى القانون المشهور بتاع ثورندايك اسمه law of effect، وده في سؤال في الام اس كيو. ان when the behavior is followed immediately by reward، يعني بعد ما تخبط الرفعة على طول الباب يتفتح، and satisfaction وإرضاء، التعلم الـ learned action is strengthened، هيبقى الحاجة اللي عاوز تعلمها هتبقى أقوى، والـ response هيبقى more likely to be repeated، أكثر احتمال أنه يتعاد. يعني كل ما كان المكافأة أقرب للعمل followed immediately بعد العمل، هيبقى التعلم أقوى والتعلم سهل إن واحد يعيد. بقول الكلام ده في تربية الأبناء، بقول لما اكافئ ابني بعد ما عمل كويس ما اقولوش الشهر الجاي هنعمل لك، تصور معناها حلوه برضه هتقوي التصرف، غير لما يعمل عمل كويس وروح مديله مكافاه في الحال. اهو ده اللا اوف افكت. يبقى احنا حتى في تربيه الابناء زي ما كنت بقول امبارح في التي في، ما هاش موضوع انشا ناس تيجي تقعد تتكلم كلام فارغ، ما تكذبش، مش عارف ما تعملش الكلام اللي هو مفهوم لعوام الناس ومش محتاج. التربيه هي بطرق موثقة، بتجارب موثقة. وقلت we carved our kids، احنا بننحت، احنا بنشكل ولادنا صالحين ام طالحين بحاجتين، بالreinforcer والpunishment، بان نعزز التصرفات الايجابية والpunishment نوقف التصرفات الوحشة. وبنتعلم هو بتجارب موثقة law of effect اللي عمله ثورندايك. ادي المكافأة على طول بعد التصرف كويس، ده يقويها اكتر ويخليها more likely to be repeated. ما تقولوش بعد شهر هنديك. التجربة التانية بي اف سكانر اللي هو 1943 عملها، لكن قلنا عاش هو ما بين 1904 و 1990. عمل السكينر بوكس او الميز ده، على فكرة عمله هو طالب في جامعة هارفارد مش بعد ما اتخرج. البوكس ده اللي هو الصندوق ده برضو عنده رفعة، بس هو بيشتغل على فران، يبقى ياخد بالك واحد بيشتغل على قطة، ثورندايك على قطة، السكينر بيشتغل على فران وخنازير حتى، بس خلينا في الرات. لما الفار، شوف فار يتهيألك لما يتعلمش حاجة، عشان تعرف قوة السيكولوجي في ان احنا نخلي الطفل يعمل او لا يفعل. ده الفار اتعلم يا واجه، مش البني ادم اللي هو الطفل. لما يدوس على ليبو على رفعة الفود يتفتح فتحة في الجدار is delivered to the rat، يعني يتسلم للفار through an opening in the wall، يفتح فتحة في الوول يطلع أكل خلاص. فطبعا الفار يقعد يلف، تخبط رجله في الرفعة يطلع أكل. بعد كم مرة بقى على طول يجري على الرفعة ويدوس، التصعيد في reward في reinforcer. وهنا بقى حضرتك لو جالك في النظر تجربة السكينر تشرح تدسكاس اللي قلته اللي هو reinforcer اللي هي بتنكريس التصرف، والبانشر اللي بيقلل التصرف، وكلاهما ينقسم الى نوعين. بوزيتيف لما تاد ستيمولس افتر ذا ريسبونس، نيجاتيف لما تزيل ستيمولس افتر ذا ريسبونس. تشرح الكلام ده كله. نيجي بقى الافيرسيف كونديشنينج. قلنا افيرسيف يعني حاجه منفره. If the use of something unpleasant، خلاص هتستخدم حاجة unpleasant or a punishment عقاب to stop عشان توقف ال unwanted behavior، يعني من الحاجة اللي مش لطيفة دي تعتبر punishment عشان توقف ال undesired behavior. طيب تعال نشوف بقى هنا. It must be applied immediately after the undesired behavior أو مع الـ undesired behavior.
وطبعا تبقى احلى لو at the same time the organism is rewarded for the desired behavior. واحد يقول لي مش فاهم حاجه. فاهمك. طفل متعود يعرقل في ضعفه حاجه سيئه جدا وضعفه بتبوظ، وبنعمل ايه؟ حاجه الناس عارفاها حتى بالفطره، بس انا عاوز اقولها لك انها بيزد على تجارب موثقه. نروح حاط له شطه في صوابعه فما ما يبطل، يبقى عملنا له بانشمنت، عملنا له انبليزنت ستيمولس مع فتوقف عن الفعله اللي مش لطيفه دي. يقول لك تبقى اقوى بقى لو عملت ايه كمان؟ لو مش بس حطيت كده وبعد ما توقف، ما انت مش عاوز تضايقه بس، اديته حاجه حلوه ياكلها، يعني اديته ريورد عشان يستمر في عدم فعل هذا الشيء. شيء جميل خالص. لما نفكر مع بعض. يبقى هنا it is the use of شوف هتفهم بقى something unpleasant or punishment to stop the unwanted behavior. It must be applied immediately after. و at the same time the organism is rewarded. نكافئه. rewarded يعني مكافأة for the desired behavior. هو بطل يعضعض سنانه. هنا برضو قلت امبارح في 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 الحلقة دي ان ال punishment is less effective than reward. يعني احنا بنربي ولادنا قلنا في طريقتين، عاوز هو يتوقف عن تصرفات معانا بريينفورسمنت، اسف عاوز يعمل تصرفات معانا ريينفورسمنت، يتوقف عن تصرفات معانا بالبانشمنت او البانشر. اني احسن يعني هل ريينفورسمنت؟ ما هو الاثنين بيوصلوني الهدف، واحد بيقلل الحاجات الوحشه واحد بيزود الحاجات الكويسه. قال لك لا، الريينفورسر احسن من البانشمنت. Punishment is less effective than the reward اللي هو reinforcement in learning لتلات أسباب. أولا أنت ما تعاقب الطفل على التصرف الغلط، وقفت التصرف الغلط بس ما علمتوش إيه التصرف الصح، يبقى it only stops the undesired behavior without learning the desired behavior. أدي أول عيب. تاني عيب انه induces fear and dislike للpunishing person، بيخلي الطفل يخاف وما يحبش الشخص اللي بيعاقبه. ده تاني عيب اللي هو والديه في هذه الحاله او المدرس. تالت حاجه ان من العقاب ده elicits يعني بيعمل aggressive behavior، تصرفات عنيفه more serious than the undesired. ممكن يعمل لك حاجة، يعني انت وقفت تصرف مثلا هو بيعض صوابعه وكسر لك الصحون، ضرب اخوه. هذه عيوب البانشمنت. يعني احسن نستخدم الريينفورسرز من البانشرز، لان البانشر بيوقف الستوبس اونلي اللي انت مش عاوزه، لكن بيخليكش تعمل التصرف كويس، بيخلي الشخص فير وديسلايك للشخص اللي بيعاقبه، وبعدين بيعمل اجريسيف بيهيفير اسوأ احيانا من الحدث الاساسي. طيب نيجي للكلينيكال ابلكيشن بقى. كلينيكال ابلكيشن ليرنينج اوف نيو ريسبونس اند اسكيب لاسكيب اند افويدنس ليرنينج. دي حته يا اولاد صعبه، عاوز اشرحها لكم كويس، لان هم الحقيقه بيقولوها على انهم هم الاثنين حاجه واحده، مع انهم دي حاجه ودي حاجه. في الام اس كيو الاسكيب والافويدنس ليرنينج، ادي اول نقطه تعرفها في الام اس كيو، الاسكيب والافويدنس ليرنينج هما الاثنين نوعان من، افتح ودنك، هما نوعين من النيجاتيف ري انفورسمنت. يعني هتعزز تصرف بازاله شيء. ايه الفرق بين الاسكيب والافويدنس؟ لو انه ازلت الشيء بعد حدوث الالم للكلب يبقى ده اسكيب، ازلته قبل ما يحدث يعني ما عملتش الالم للكلب خالص يبقى افويدنس. واحد قال لي مش فاهم حاجه اشرح لنا، اقول لك الفكره جميله خالص. راجل معاه الكلب بتاعه، وبعدين الكلب بيزعل لما يبقى فيه طوق حوالين، عاوز يجري بقى في الجنينه وبتاع، بس ساعات الكلب بيضايق يجري حته بعيده ويتوه وصاحبه مش لاقيه. فحط حوالين جسمه حاجه بتديله يعني شوك، الكتريك شوك، ومعاه هو ازرار للكلب يديله الكتريك شوك. فهو الكلب بيجري بعيد، فيقول له كم باك كم باك، الكلب ولا سائل.
يروح مديله الالكتريك شوك فالكلب يقف ويقول له كام باك كام باك يرجع. يعني امتى الكلب عمل اللي صاحبه عاوزه انه رجع لصاحبه؟ بس امتى؟ بعد ما اداله الالكتريك شوك. يبقى ده يسموه اسكيب ليرنينج. انما بعد شويه الكلب هيبقى اذكى، ان لما صاحبه يقول له كام باك كام باك تعالى تعالى، عارف الكلب انه اذا ما جاش هياخد الشوك البينفول شوك فعش كده يرجع. يبقى ده اسمه افويدنس ليرنينج احسن شويه. يبقى الاسكيب والافويدنس ليرنينج هما الاثنين نوعين من انواع النيجاتيف رينفورس لتفادي خلاص، يعني هنكافئ بان هنشيل حاجه ان مفيش الم. لو الالم حدث وبعدين شلناه تبقى اسكيب، الالم ما حدثش من الاول لانه سمع الكلام يبقى افويدنس ليرنينج. مره اخرى سايكولوجي بدون شخص مستوعب القصه ويقول الامثله الصح يبقى بنقرا كلام مش مفهوم. يبقى ده هو عباره عن learning of new responses بالاسكيب والافويدنس learning، وقلنا هما الاثنين نوعين من النيجاتيف reinforcement خلاص، لانك انت هتشيل المؤثر المؤلم. لو التصرف منع التاثر المؤلم بعد حدوثه يبقى ده اسكيب. الكلب رجع من الاول فمن الاول ما اضطرش الراجل يعني ازال التصرف المؤلم قبل ان يحدث يبقى ده افويدنس لاجن. تاني حاجه في كلينيكال ابلكيشن ذا يوز اوف نوزيا يعني اللي هي الغثان نفس انديوسينج دراجز، ندي ادويه تعمل غثان نفس في علاج الالكوليزم. دي احكيها لكم يعني في احد علاج ازاي بنعالج الناس المدمنه الخمور، ف بدواء اسمه دايسلفورام. الدواء ده لما تديه دراج بيعمل غثان نفس وقيل. فالراجل يقول اللي بنعالجه في المصحه بتاعت المدمنين الخمور يقول انا عاوز اشرب مش قادر ما اشربش. طب يا حبيبي اشرب بس نديله حقنه الدايسلفورام، فهو يشرب الكحول واحنا ادينا له الحقنه تديت له غثان نفس وقيل فهيرتبط. يبقى نوع من انواع الايه الاسوشيتيف ليرنينج، ارتبط في ذهنه مع انه عارف ان الحقنه عاملاها بس العقل ما يقدرش يفصلهم، انه شرب الخمره بتجيب غثان نفسه قيء، شرب الخمره غثان نفسه قيء فيكره الخمره. ده ساعات بيعملوها دلوقتي في السموكينج، يقولوا ايه السموكر اتنفس بسرعه قوي يعني خد الانفاس بسرعه قوي بحيث تضايق صدرك، بحيث ان التدخين يرتبط بان صدرك اتضايق. يعني تصور احنا بنقول له احد الطرق خد الانفاس بسرعه جدا لحد ما صدرك يتضايق، برغم ان هو عارف ان هو اللي عمل بروحه كده. سبحان الله فجاه بعضا منهم بيكره التدخين. طيب نيجي بقى النوع الثاني من التعلم، دول بقى طبعا الاسوشيتيف ليرنينج ده خد وقت اطول، انما دول هياخدوا وقت قصير جدا هنشوفه مع بعض هنا، اللي هو بنسميه الكوجنيتيف كومبلكس ليرنينج. خلاص الكوجنيتيف ليرنينج تعال نشوفها مع بعض. هنا انا عاوزك تعرف عن الكوجنيتيف او الكومبلكس ليرنينج اللي هم زي يعني التعلم، هو ده نوعين على فكره، تعلم بالادراك ان احنا بندرك، وتعلم في المدرسه جغرافيا تاريخ حساب فيزياء. هنعرف عنها النقاط الخمسة الآتية. أولا كل واحدة تنفع في الـ MSQ. It's a complex type of learning، وأظن دي واضحة في اسمها في العنوان. Complex type of learning. We provide knowledge. اثنين، إنه بيكريت mental representation of physical objects or events. يعني بيعمل تصور ذهني لأوبجكت أو لإيفنت. تعال ناخد الأمثلة. تصور ذهني لأوبجكت زي ايه؟ هقولها لك دلوقتي ايه التصور اللي هو ممكن يبقى الأوبجكت. زي الكوجنيتيف ماب الخرائط، وانت ما تبص على خريطة العالم وتتصور مسافة من الى، دي حاجات في ذهنك بس لكن لا تطابق الحقيقة تماما، ودي نقطة مهمة في الام اس كيو. المينتال ريبريزنتيشن ده هو انت بتشتغل عليه، but it's not on the world itself، انت بتشتغلش على العالم نفسه، انت بتشتغل على التصور اللي في دماغك. خريطة جغرافية، خريطة رسمها انت لمول معين،
وتعالى اديك حتى مثال لطيف اهو. اهو انت حضرتك اهو، وادي في مكان هنا. انت معتاد كل مره بتروح ازاي؟ بتمشي لقدام بعدين تاخد شمال، بس انت راسم رسمه في مخك ادراك الطريق ده ممكن اروح بثلاث طرق على فكره، ان انا بالعكس امشي شمال وبعدين على طول هتوصلني، او ربما اقصر الخطوط هي الخطوط المستقيمه ان انا امشي على طول دايركت المكان. بس خد بالك ممكن تعمل عمله دي يكون السكه دي الشارع اللي هتدخل فيه ده مسدود في حته ما، فانت بتشتغل على تخيل في ذهنك على منتال ريبريزنتيشن. خد بالك تاني جمله مهمه في الام اس كيو، not on the word itself، قد لا يطابق الواقع، دي نقطه مهمه. ممكن تشتغل على ايفنت، ايفنت معين، يعني مثلا في التاريخ تتخيل احداث ورا بعض، ايفنتس تتخيل انك انت ما تروح تستلم جائزه، اول حاجه هيندهوا اسمك وبعدين هتطلع تتلقى الجائزه نمره 2، تسلم على الراجل نمره 3، تتحيي الحاضرين نمره 4، فانت عمال موظف الايفنتس ده في ذهنك انت مش في الواقع، ده اللي هو التعلم بالادراك. طيب ثالث نقطه، ان التعلم بالادراك اذا اكتف فورم اوف ليرنينج، يبقى نوع من التعلم النشط، دي مهمه جدا. طيب رابع نقطه، ان هو ما فيهوش ريورد، there is no reward، يعني انت مش هتاخد حاجه بعديه، there is no reward، زي في الاسوشيتيف ليرنينج او في الريينفورسرز ما فيش ريورد هتاخده. طيب خامس نقطه، it may be either association between stimuli and events associative learning، يعني بالربط ما بين المؤثرات والحوادث. زي هديك مثال، زي مثلا القهر وعدم العدالة الاجتماعية يؤدي إلى ثورات زي الثورة الفرنسية، يبقى أما ما فيش عدالة اجتماعية في أي مجتمع ممكن تؤدي إلى ثورة، يبقى it may be association ما بين stimuli and events، خلاص ده يسموه associative learning. ممكن يبقى more complex زي اللي وريناها لك دلوقتي، map of one's environment، انت حاطط خريطة لمخك للوصول إلى هذا المكان أو في مول معين لمحليات، يا تدخل انت معتاد كل مرة تدخل زي ما قلنا على طول وبعدين شمال، انما في طرق اخرى وممكن تؤدي ممكن لا، ده في تصورك. او اي بي ابستراكت كونسبت لايك ذا نوشن اوف ذا كوز، يعني نظرية التخيل والنوشن، يعني هنا تخيل، نظرية التخيل والاستنتاج، نظرية والاستنتاج. اديك مثال، صعب، ده اصعب نوع اللي هو الكوجنيتيف ليرنينج، اللي هو في الطيران مثلا، ازاي الطياره هتطير؟ فتخيلوا انه لو الاجنحه نزلت لتحت كده، الجناحين لتحت شويه وبعدين مشي الطياره بسرعه شديده جدا، فالهواء هيطلع لفوق يعمل فاكيوم فراغ، الطياره تترفع، صار جاست مجرد ان الجناح يبقى كده مايل شويه بحيث لما بسرعه جامده يصطدم في الهواء، الهواء يطلع فوق تتقلق منطقه فراغ ترفع الطياره، ممكن يطلع خطا، بس ده تعلم النظرية والاستنتاج، بس ده طبعا more complex. تمام؟ طيب نيجي تالت طريقة of trial and error of different possibilities in mind، اللي هي التجربة والخطأ بس في الذهن، اللي هو بالانسايت، مش هنجرب بالفعل، هنجرب في مخنا، وهقول لك التجربة بتاعتها وهي رائعة، بس استناني شوية. يبقى it may be either بالطرق التلاتة دي، هلخصهم لك في الاخر، كوجنيتيف او كومبلكس ليرنينج اللي هو قصير بس من اصعب الحاجات. It can occur in the following ways، ممكن يحدث بالطريقة الاتية، either latent learning، يعني بتتعلم حاجة بس هتستخدمها بعد كده، manifested only in certain circumstances، هتستخدمها بعد كده، زي ايه؟ زي الاخفاء والتمويه، علمونا بس الاخفاء والتمويه بس مش هنستخدمه غير في اثناء الحروب او المناورات، ده في ليه. زي اديك مثال تاني لطيف برضو، قلنا الحصه دي كلها معلومات جميله، زي في الاتيكيت، يعني انا قاعد على طبريزه مستديره كده، حاطين اطباق كتيره بقى وكوبايات واطباق صغيره، طبق صغير ده مثلا نحط فيه العيش والزبده، الكوبايه فيها الميه، وده بتاع المين كورس. طب في طرابيزه مدوره في ناس كتير يا اولاد مش فاهمة
هو الميه بتاعتي هي اللي على يميني ولا شمالي، وطبق اللي هو العيش والزبده هو اللي على اليمين وعلى الشمال. فعلمونا حاجه لطيفه جدا عشان ما نغلطش، ما ناخدش حاجه لا تعنينا. افتكر العربيه البي ام دبليو، يعني انت قاعد هنا اهو، البريد او بي بريد ده اللي على شمالك، والميه هي اللي على يمينك، وما بينهم المين كورس. يبقى بريد مين كورس اند ووتر. لو قعدت على ترابيزه مستديره او اتعلمنا حاجه النهارده كويسه عشان ما تغلطش وتاخد الميه بتاعت اللي جنبك من هنا او تاخد العيش بتاع اللي جنبك من هنا، ان ترتيبهم كالاتي في الترابيزات المستديره: بي ام دبليو، بريد مين كورس اند ووتر. اهو دي حاجه اتعلمناها بس طبقناها لما رحنا عزومه فيها ترابيزه مستديره، فده يسموه ليتنت ليرنينج، زي الاخفاء والتموين. طب انسايت ليرنينج كومز اوت اوف ذا بلو، اللي هو التعلم بالبصيره بيطلع فجاه بيكوز اوف اندرستاندينج اوف ذا ريليشن بتوين اليمنتس ريليتيف تو ذا بروبلم. طبعا يعني الكلام معقد بس انا احكي لكم قصه جميله قوي. هي بتعتمد اكتر مش بس على الهايند سايت اللي هو الخبره السابقه، هايند يعني ورا، انما كمان على الفور سايتس، الفهم بقى الريليشن ما بين العناصر والمشكله. وهحكي قصه جميله خالص خالص خالص. قصه حصل ان في عالم سيكولوجي الماني كان اسمه كولر، في الحرب العالميه الاولى اللي هي ما بين سنه 14 و 18 اعتقد كده الذاكره يعني سعفاني، اتحبس في جزيره مش عارف يتنقل بقى في حرب عالميه كلها شمبانزي. فعمل تجربه مشهوره تدل ان البصيره والتعلم بالبصيره ده اللي هو كوجنيتيف ليرنينج بالادراك ده ما يخصش الانسان بس، بيخص الشمبانزي اكتر، خد بالك مش القرود. انا مره كنت رحت مع صديق استاذ فاضل حديقه الحيوان وقلت له ايه الفرق بين القرد والشمبانزي، قال لي ما اعرفش. قلت له بس افهمك حاجه صغيره، القرد عنده ديل، الشمبانزي ما عندوش ديل. الشمبانزي هو اللي يماثلنا في الخريطه الجينيه 97.5% من خريطته الجينيه زي الانسان، الشمبانزي ما فيش ديل، القرد بديل. الشمبانزي يبص في المرايه يعرف ان دي صورته، القرد ما يعرفش. الشمبانزي يبص في المرايه يشوف اكل، عارف الاكل مش جوه المرايه، ما يحاولش ياخد المرايه لورا، يروح لورا. القرد لا ما يعملش كده. الشمبانزي يمكن اللي هو 97.5، شوف حكايات كتير كتير حلوه، من الخريطه الجينيه بتاعت الانسان 97.5 يماثل طفل في ذكاء عمره 2.5 سنين. تعال شوف الراجل اللي عمل تجربه جميله جدا، فاضي في جزيره معزول في الحرب العالميه الاولى، فجاب شمبانزي وعلق في السقف فاكهه، فالشمبانزي يجري على الفاكهه دي عاوز يجيبها مش عارف يجيبها، يعني ينط مش قادر. حط له في الاوضه كرسي وشويه عصيان كده، فالشمبانزي شوف عمل التجربه في مخه عمره ما تعرض ليها، تعتمد على خبره الاليمنتس والبروبلم، خبره سابقه لكن فيها فورسايت، فيها رؤيه مستقبليه اكتر من الخبره السابقه لان هو ما تعرضش ليه. جاب الكرسي، عرف ان ياخد الكرسي يستخدمه، يحطه في المكان الصح تحت صباطة الموز مثلا، يقف عليه كده طوله زاد، جاب الموز خلاص. صعبها له اكتر، علّى الصباطة اكتر، فالقرد بقى برضه فكر وصلها، اسف الشمبانزي، انا اسف الشمبانزي، جاب الشمبانزي اكسبيرمنت، جاب الكرسي ومعاه عصاية، وقف على الكرسي، يعني حط الكرسي في مكان الصح، وقف على الكرسي تاني حاجة، مسك العصاية قعد يضرب، نزل الموز. أقولها لك بقى ده التجربة أصعب، علاه أكتر، بس العصيان دي كان ستاك إن إيتش أذر، ممكن تدخل في بعض. تصور الشمبانزي مش القرد، الشمبانزي مش القرد اللي مالوش ديل، اللي 97.5 الخريطة الجينية بتاعتنا اللي عمره يماثل 2.5 سنة. حط الكرسي تحت المكان الصح، يعني فهم الاليمنتس بتاعت البروبلم، وجاب عصايه ركبها في عصايه، فالعصايه طولت وضربها جاب الموز. هو ده اللي هو التعلم بالانسايت، الانسايت ليرنينج اللي هو بيحصل فجاه لما تتعرض لموقف كده، تبتكر حاجه، ينضح عقلك بفكره جديده. ده الانسايت ليرنينج اللي هو اللي قلناه قبل كده، قلت لك هكلمك عليه، اللي هو ترايل اند ايرور
خلاص بس اتمنت الليفل المنتال. تعالى اعدهم لك تاني الخمس نقاط او الست نقاط اللي لازم حضرتك تعرفهم عن الكوجنيتيف او الكومبلكس ليرنينج. بص معايا، اول نقطه ان هو من النقاط ان هو اتس ا كومبلكس تايب اوف ليرنينج، دي واحده اهي كومبلكس دي مراحل. وبعدين انه كرييتس، تاني جمله مينتال ريبريزنتيشن، خلاص مينتال ريبريزنتيشن. المينتال ريبريزنتيشن ده خلاص it creates mental representation of physical objects or events. physical objects قلنا زي cognitive maps الخرائط، و events زي قلنا في الطريق وزي ما انت هتروح حفلة الستيجز اللي هتعملها فيها، هنا زي المابس بتاع مول والحاجات اللي بتلك عليها. طيب تالت جملة انه it's an active type of learning، لو كتبتها في النظري بكتبهم ورايا. رابع جملة ان there is no reward، مفيش مكافأة زي في الاسوشيتيف او الاوبراتيف ليرنينج، نو دايركت ريورد، انا مش عارف حتى هي فين هنا في الكتابة بس هندور عليها. وبعدين خامس جملة it may be either بثلاث طرق، اسوشيتيف ليرنينج تاسوشيت ستيمولس وايفنتس، ان القهر الاجتماعي يؤدي الى ثورات زي الثورة الفرنسية. it may be a map of one environment، زي وريت لك الراجل واقف في المول ومعتاد يروح بالطريقة دي لكن ممكن يمشي كده وممكن يمشي كده. أو abstract concept اللي هو like the notion اللي هو الخيال of the cause، هو ليه الطيارة ما بتطيرش؟ لو 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 الأجنحة ميلت شوية مشينا بسرعة يتخلق vacuum يشيل الطيارة. أو ال insight اللي هو trial and error at mental level، بيجرب التجربة في دماغه وبيعملها، يعني فهم على طول ان هو لو عمل كده هيوصل. وبعدين الجملة السادسة it can occur in the following ways، either latent learning بتظهر في certain circumstances زي ما قلنا الإخفاء والتموين وزي ما علمتك الاتيكيت البي ام دبليو، أو insight learning زي في تجربة الشمبانزي اللي عملها كولر اللي هو عالم السيكولوجي بتاع الألماني اللي اتحبس في جزيرة فيها شمبانزي. يبقى دي ست نقط، أنا عارف لأنها صعبة أقولهم لكم تاني في عجالة. يبقى اسمعني it's a complex type of learning، دي أول واحدة. وبعدين بتكريت أنت mental images، خلاص mental representation لphysical objects وال في نفس الوقت الايفنتس. وبعدين ثالث معلومة it's an active form of learning، رابع معلومة there is no direct reward، خامس معلومة it may be either due to حاجة من ثلاثة اللي هم association ما بين stimuli والevents that associative learning، أو a map of own environment or abstract concept يعني استخلاص المعنى أو الحقيقة like a notion of the cause خيال اللي إيه هو السبب، و trial and error اللي هي at mental level هو يسموها الانسايت خدناها بعد كده. وبعدين الجملة السادسة it can occur in the following ways، the latent learning يظهر في circumstances زي في الإخفاء والتمويه وزي الاتيكيت اللي اتعلمناه وبعدين بنستخدمه لما نقعد على الترابيزة المستديرة، أو insight learning اللي هي out of the blue data تجربة color. اخر حاجة بقى اولاد هنقولها واطلت عليكم، بس انا عارف ان دي من المحاضرات اللي هي جامدة شوية، هي فضلنا جزء صغير خالص اهو بس كده. لا احنا في حاجة ما خدناش لسه، اسف احنا ما خدناش لسه الـ observational learning. observational learning اللي هو ثالث طرق من التعلم، احنا خدنا الassociative learning الcognitive learning، فضلنا الobservational learning خلاص اللي هو التعلم بالمحاكاة learning by imitation يعني تحاكي الاخرين. social learning يبقى لازم في اخر، يبقى هي نوع برضو لها جملة في الامس كيو، يبقى نوع من social learning يحتاج الاخر. learning by observing the behavior and skills of others، بملاحظة تصرفات ومهارات الآخرين. هنا التجربة دي عملها راجل اسمه باندورا، ده عمل التجربة باندورا أعتقد كان في سنة 1961 ل 1964 أو 63 حاجة كده، لكن هو حط الثيوري بتاعته في سنة 1986 Social Learning Theory. تصور يعني حتى الobservation learning اللي هو التعلم بالقدوة برضو اتكلمت عليه، ده ليه تجارب السيكولوجي يا جماعة، ما هوش انشا
تعال نشوف الراجل اللي اسمه بندورة ده عمل ايه. جاب بوبو دول عروسة كده بيبقى شكلها كده بالظبط، يعني هي كلها حتة واحدة الراس والجسم، بعد لما يلتها كده تيجي تاني، يعني مركز الثقة المظبوط فيها مهما ما يلتها تلاقيها اتعدلت تاني. ده الدول اللي هو استخدمها الراجل اللي هو اللي اسمه باندورا ده، تجربة مشهورة جدا. وبعدين عمل الآتي، باندورا جاب البوبو دول دي اكسبيرمنت، وجاب مجموعتين من الأطفال، مجموعة من الأطفال اتفرج على فيديو في العروسة دي وراجل أدلت عمال يضرب العروسة جامد، يضربها جامد. طبعا هي قلنا كل ما بتنزل بتقف تاني، مش مهمة دي، بس عشان يعني يستمر في الضرب، خدها يمين خدها شمال خدها يمين خدها شمال، يعني منتهى القسوة مع العروسة. وجاب مجموعة تانية من الأطفال فرجهم على فيديو آخر في أدلت العروسة دي عمال يهج طبطب عليها يحنو عليها كلمها بطريقة لطيفة. وبعد كده جاب كل مجموعة حطهم مع البوبو دول دي، صوروا عشان تعرفوا قوة المحاكاة والأوبزرفيشن، إن الأطفال اللي شافوا الأدلت بيضرب العروسة ابتدوا كلهم يضربوا في العروسة، والأطفال اللي شافوا الأدلت البالغ بيحنوا على العروسة ويهاج ويطبطب عليها ويكلمها حلو عملوا معاها كده. فعرفنا من هذه التجربة أهمية الأوبزرفيشن، إن الواحد يقدم نفسه قدوة حسنة في كل الأعمال. الآباء يعملوا كده، قدوة دي مهمة جدا. It's important. طول عمري بقول للآباء ما تفعل ليس ما تقول، لأن الناس يعني منبهرة بيك، أبنائك بيعملوا زي ما أنت بتعمل. أنت تقول له ما تشتمش وأنت بتسوق في العربية عمال تشتم كل الناس، تقول له بعد كده ما تشتمش، ما تشتمش إزاي؟ ما أنت قدمت قدوة سيئة. أنا أبويا رحمه الله توقف عن التدخين عشان سبب واحد، قال إذا أنا هقول لك ما تدخنش، الحمد لله ما بدخنش وأنا بدخن، فتوقف عن التدخين. قدوة، observational learning، كل حاجة موثقة، مش مجرد بنقول قدوة انك تقدم روحك قدوة في كل عمل حسن كده قصاد الناس عشان خاطر تعمل اعمال حسنة قصاد الناس فيقلدوك ولادك كمدرس، لا، ده موثقة بتجارب اللي هي البندورة اكسبيرمنت. طيب it requires four factors. تجربة دي attention، ان طبعا اطفال كانوا متابعين بيحصل ايه، وبعدين retention and remembering، احتفظوا تذكروا هو عمل ايه الشخص ده، احتفظوا باللي عمله. وبعدين motivation and reinforcement of the observed behavior، يعني في دافع لعمل ليه احنا بنقلد الاخرين، ان هناك motive، ان انا ابويا يعني بيتسامح فانا شفت الناس بتثني عليه، ده انت راجل طيب انت راجل كويس، انا عاوز برضو الناس يقولوا انت كويس، عندي موتيف عندي فورس. وبعدين مع بعض بيرسيفد سيميلاريتي، ان انا عاوز ابقى شبه ابويا، شبه المدرس بتاعي اللي هو القدوه بتاعتي، شبه ساعات في الاسف في الموضه حتى، ان يعني بنات معجبه بممثله معينه، اولاد معجبين بممثل معين فيلبسوا زيه ويتحركوا زيه ويعملوا تسريحه الشعر زيه، لان هو بيرسيفد شايف نفسه الشخص ده. بمعنى اخر حتى بقول في البرسيف سيماريتي، ان اصعبها في حفظها، ان لو حضرتك شايف روحك في محمد رمضان هتقلب محمد رمضان، لو حضرتك شايف روحك في احمد مظهر هتقلد احمد مظهر. يبقى مش هقلد اي حد، لازم الشخص اللي انا شايف نفسي فيه، برسيف سيماريتي سيلف افيشنسي. يبقى ده الاوبزرفيشن ليرنينج اللي هو النوع الثالث من انواع التعلم اللي درسناها النهارده، الاوبزرفيشن ليرنينج. يبقى يحتاج الاكوار ات ريكوايرز فور فاكتورز، ناخد بالنا اتنشن ريتنشن اند ريممبرينج، يبقى عندنا دافع موتيفيشن اند رينفورسمنت الاوبزرف بيهافير، ان احنا نعيد الاوبزرف بيهافير، وان احنا شايفين روحنا في الشخص اللي بنقلده، بيرسيف سيميلاريتي سيلف افيشنسي. هنا بقى الاكزامبل في التربيه، واتشينج فايلنت موفيز ريجولرلي، لما نسيب اطفالنا يتفرجوا على اعلام عنيف وضرب وخبط هيؤدي الى مور فايلنت بيهافير سبيشالي ان تشيلدرن. العلاقه وثيقه بين العنف، هنقولها في محاضرات العنف، وبين عنف الاطفال. نحن نصنع اطفال يعني عنفاء لان احنا بنعرضهم للعنف. طيب نيجي بقى ذا نيورونال بيزيس اوف ليرنينج، قلنا ان الليرنينج بيعمل structural change في CNS، تغير في CNS،
لان ده الليرنينج ده ذاكره طويله، يبقى بتبقى جزء انطبعت في ذهننا، يبقى هي structural changes في الناس. ما احنا قلنا الميموري مرتبط بالليرنينج، لان الليرنينج بناخده بيبقى بيقعد عندنا بقى لمده طويله، structural change في الناس. That is new synaptic connections and strength strengthens other synapses. يعني learning strengthens بيقوي other synapses عن طريق ال protein phosphorylation والجين expression. جين expression يعني genes تخلي الخلية تعمل بروتينات كبيرة، ده معنى كلمة جين expression. تعال نشوف دي نقاط تنفع في الامسكيو بس. simple اللي هو non associative learning خد نفسي ناس اللي هو في ال synaptic plasticity الهابيتويشن والثانستايزيشن، يبقى ارجع للسي ان اس. طب الاسوشيتيف ليرنينج خدناه برضو في السينابتيك بلاستيستي في سي ان اس، ارجع لللونج تيرم بوتنشيشن. طب نيجي بقى الكلينيكال ابلكيشنز، عندنا ثلاثة. اول حاجه الكلاسيكال كونديشنينج بلايز ايرال ان ان انكزايتي ديس اوردر. يعني الكلاسيكال كونديشنينج اللي هو الاسوشيتيف لا يعني learning by association الكلاسيكال conditioning ده بيفصل لنا الـ anxiety disorders، ان احنا بنعمل pairing ازدواج ما بين neutral stimulus ما يخوفش او ما يعملش توتر مع nuclear stimulus مع حاجة مؤلمة بتعمل توتر، فبيحصل لنا anxiety. زي ست قبط الباب محضر وعليكم قضية وانبيع العفش، كل يومين ثلاثة يجي المحضر دفع الفلوس ينبيع العفش. طب في النهاية أصبح طرق الباب بس، طرق الباب أي باب يخبط باي بيرينج تخاف يحصل لها انكزايتي. هو ده الكلاسيكال كونديشنينج في الانكزايتي ديسوردر، إن تم ربط بيرينج للنيوترال ستيمولس اللي هو إيه؟ طرق الباب مع نوكيا ستيمولس اللي هو مين؟ المحضر، فبقى طرق الباب لوحده بيعمل انكزايتي، وده بيشغل الفير نتورك اللي هي الأميجدالة اللي هي اللوزة والثالاموس اللي هي تحت المهاد والبري فرونتال كورتكس، عملوا هايبر سنسيتيفيتي انكزايتي سبيشالي ممكن تؤدي الى بانيك ديس اوردر. طيب فوبياس برضو دي تاني ابلكيشن. ا تشايلد هو از فرايتن باي لارج دوغ، مره طفل صغير كلب كبير كده يعني هم عليه وحسن وخوفه، فالطفل ده حصل له جنراليزيشن فير بقى يخاف فوبيا من كل الكلاب، وافويدنس يتفادى all situations in which dogs might be encountered. اي مكان في كلب يقول انت في كلب وتعالى العب مع الطفل ده، لا مش رايح. دي تاني كلينيكال ابلكيشن اللي هي الفوبياس، طفل خاف من كلب كبير بقى خاف من اي كلب وبعدين ايوه مكان في كلب. طبعا بنعالجه ازاي بقى؟ نفهمه ان مش كل الكلاب وحشه وحاجات زي كده، ونجيب كلب يقعد يحس عليه وحاجات من هذا القبيل صغير لحد ما يقلف عليه. طيب اخر جزء بقى، طولنا معلش لان انا بعتبر دي من اصعب المحاضرات الميموري، لان في حكايات كتير لازم تتقال ولا مش تفهم حاجه، اللي هو البيهيفيورال ثيرابي اللي هو ريبليسنج مال ادابتيف ليرند or conditioned behavior by a new adaptive behavior. بمعنى هنعمل ايه؟ يعني استبدال تصرف غير متكيف مع المجتمع، replacing mal adaptive learned or conditioned behavior. mal adaptive يعني تصرف غير متكيف مع المجتمع by new adaptive behavior، بتصرف متكيف مع المجتمع. دي بطرق كتيرة. it make them unlearned or unconditioned. طيب تعالى ناخد بقى الامثله هتفهمها كويس. اول حاجه اللي هو عندنا systemic desensitization، ازاله الحساسيه desensitization، التغلب على المخاوف. هم طبعا بيكتبوها عناوين بس انا بحب اشرحها، اللي هي الكاونتر اهي conditioning يعني unconditioned، تفك الارتباط مش تعمل conditioning، فك الارتباط بقى. unlearned or unconditioned counter يعني بالعكس condition. التجربة بتاعت systemic sensitization دي عملها عالم من جنوب افريقيا اسمه جوزيف، واحب احكي لكم في عجالة برضه عشان تبقوا فاهمين. هو على ثلاث مراحل، يعني مثلا
بس بيجي للطبيب بتاع الامراض النفسيه يقول له انا بخاف جدا من التعابين. ففي اول مرحله بيعمل اتي بيتعرف على درجه يعني المخاوف، بيقول له ده انا لو شفت صوره تعبان بخاف. دي درجه. طب لو تعبان يعني مطاطه خاف بس اكتر شويه، لو تعبان حي خاف اكتر، تعبان بيمشي عليا اتجنن. يبقى اول حاجه حدد في المرحله الاولى من مراحل الدرجات اللي هو التخوف. تاني مرحله بيعلم المريض بتاعه الاسترخاء تام. هنشوف ازاي الاسترخاء ده بطرق كتيره، منها تنفس العميق، دي احد وسائل الريلاكسيشن تكنيك. وبعدين يبتدي في تالت مرحله يربط هذا الاسترخاء مع اسباب المخاوف من اقلها الى اعلاها. يعني يقول له بص انت دلوقتي ايه، نفذ بعمق وصاد صوره تعبان، يبقى صوره تعبان وهو بتنفذ بعمق عنده استرخاء بدل خوف. وبعدين يجيب له التعبان الكاوتش. وبعدين طبعا كل واحده مش في نفس القعده، يعني في جلسات، يجيب له التعبان الحي قصاده بس بعيد عنه، وبعدين حتى احطه على كتف الطبيب، وبعدين على كتفه هو يقول له يلا تنفس بعمق استرخي، مش هعمل لك اي حاجه، مش كل التعابين ضاره. ده اسمه سيستميك ديسنسيتايزيشن. تاني طريقه اسمها جراديوال اكسبوجر ويذ ريسبونس بريفنشن. تعرض هي نفس الطريقه بس كانها على خط واحده، تعرض متدرج لسبب المخاوف، جراديوال اكسبوجر ويذ ريسبونس بريفنشن. يعني يقول له بص هاي صوره التعبان، بص ده صوره، ما تخافش، ما تتعبش، من غير يعني ما يعمل اي استرخاء، بص ده تعبان كاوتش، يعني ياخدها حته حته بمنع ريسبونس، يبقى جراديوال اكسبوجر ويذ ريسبونس بريفنشن. طيب نيجي بعد كده اللي هو ريلاكسيشن تكنيك. في الناس اللي عندها توتر نعلمه ريلاكسيشن تكنيك، دي ممكن في اللي بيلعبوا يوجا، دي احد الطرق. مديتيشن اللي هو التامل العميق، حتى الناس اللي بتسبح ده نوع من انواع ريلاكسيشن تكنيك. ايفن التنفس العميق، ايفن المشي والتنزه ده ريلاكسيشن تكنيك. طيب نيجي بعد كده في بارتيسيبانت موديلنج اند شيبينج. يعني واحد عند مجموعه من الناس عندها مخاوف اجتماعيه، يعني رايحين ياخدوا جوائز وخايفين بقى وهيقابلوا المحافظ وحاجات من هذا القبيل والناس وحاجات، ففي بعض الاطفال او بعض الكبار حتى عندهم مخاوف. ف بارتيسيبانت موديلنج واحد فيهم عنده جرأه يقول لهم بصوا ما تخافوش، انتوا خليكم معايا واعملوا زي ما انا هعمل بالظبط، انا عارف هعمل ايه، ما تخافوش مش هتلخبطوا، اللي اعمله اعمله زيه. يبقى هو ده يعلوهم المخاوف ازاي، ان هم هيقلدوه. بارتيسيبانت موديلنج هو الموديل بتاعهم المشارك، وشيبينج بيديهم يعملوا ايه. اسيرتيف اند سيكشوال سكيل تريننج. هنا دي معناها ايه؟ الاسيرتيف دي معناها مهارات اكتساب الثقه وقبول النقد. ده في 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 صناعه القاده، في معاهد كده لصنع القاده، يبقى يفهمك انك انت تكتسب الثقه وفي نفس الوقت يبقى بمعنى انك لما تشارك في اي مثلا مداولات دوليه ومناقشات واتفاقيات هنوصل عليها، بيعلموك حاجات معينه. انك انت اولا لا تخجل من تكرار المطلب اكتر من مره، ما تخجلش. لما تبقى واحد بيطلب حاجه غلسه من الناس المحاورين قصادك، ادعي عدم الفهم، تصور يعلموهم ان هو يبان يعني مش فاهم، يعني انت عايز تقول ايه، حتى عشان يحرجوا ايه الطلب الرزق اللي انت بتطلبه ده معايا. وبعدين النفور اللي هو الافيرشن ثيرابي قلناها قبل كده، اتكلمنا عليها واتكلمنا على البوزيتيف ري انفورسمنت. فهي دي الطرق اللي قلنا عليها. يبقى تاني بقى وفاضل اسف الريسيبروكال انهيبيشن. الريسيبروكال انهيبيشن دي انا عاوز هقولها في الاخر، الريسيبروكال انهيبيشن، بس هنقول الطرق هم مش يعني ما بيشرحوهاش معظم الكتب، بس انا شرحتها واحده واحده. نبتدي بالسيستميك ديسنسيتايزيشن اللي هي الثلاث مراحل. الاول تعرف اسباب المخاوف من الاقل للاكثر، وبعدين تعمل استرخاء المرحله الثانيه، وبعدين تربط تمارين الاسترخاء مع الحاجات اللي بتتسبب المخاوف من الاقل للاكثر اللي هي الكاونتر كونديشننج. يبقى عدم الربط بقى، يبقى ما نربطش الخوف بالتعبان،
نربط استرخاء نعكس جراديوال اكسبوجر ريسبونس بريفنشن. هنا مش ضروري استرخاء بس نتعرض للحاجه اللي بتخوفنا وما نتفاعلش معاها. وبعدين ريلاكسيشن تكنيك اتعلمناها زي اليوجا زي التامل العميق زي النفس العميق زي المشي. وبعدين بارتيسيبانت موديلنج اند شيبنج ان انا مجموعه خايفه فتبقى مع واحد بارتيسيبانت اللي هو مشارك هو نعمل زيه بالظبط فنبقى يعني مطمئنين ان احنا هو معانا وهو مش خايف وهنقلده بالظبط. فليه نخاف من الواجهه الاجتماعيه. اسيرتيف اند سوشيال سكيل تريننج هنا اللي هو قلنا اتعلمناها بقى assertiveness يعني توكيد وسوشيال سكيلز نتعلم مهارات اجتماعيه تريننج ان احنا نعرف مهارات ان احنا نكرر مطلب ندعي عدم الفهم ما نخجلش في المناقشات ان احنا نطلب نبتدي بطلبات اعلى للوصول لطلبات يعني ادنى. وبعدين الافيرسيف قلنا يعني الثيرابي ان احنا الحاجات المنفره زي قلنا في نعملها في عضعضه الصوابع. بوزيتيف رينفورسمنت زي ما قلنا ان التوابع اللي هي الكويسه لتعزيز تصرفات كويسه. فاضل اللي هو الريسيبروكال انهيبيشن انا عاوز احكي عليها قصه اخيره وانهي بيها ومعليكش اعتبرها فقره يعني انبساط. الريسيبروكال انهيبيشن يعني تعمل تفاعل مش هو المفروض يحصل. ده معنى كلمه ريسيبروكال انهيبيشن. الراجل اللي عملها ده راجل اسمه جوزيف وولب في سنة 1950. هي نوع من أنواع البيهيفيرال ثيرابي اللي هي يعني problem problems anxiety يعني في anxiety تعمل حاجة مغايرة incompatible يعني مش ماشية مع anxiety تعمل شيء آخر مع الانكزايتي او الفوبيا ستيت انكومباتبل يسموها. لو انا عندي فوبيا او عندي توتر انكزايتي اعمل حاجه عكس اللي المفروض يعملها الانكزايتي. انا هشرحها لك لان ده الفيلم ده تاثرت بيه جدا. كان اسمه لايف از جود فيلم ايطالي وخد احسن اوسكار في الاوسكار الامريكاني وكان من المرات القليله اللي فيلم مش امريكي ياخد الاوسكار. كان عباره عن راجل اتاخد في معسكرات النازي ومعاه ابنه وعارف ان هم هيموتوه في الاخر. فهو كان كل الكونسيرن بتاعه التوتر اللي عند ابنه ان هو محبوسين بقى في سجن في معسكر وفي الاخر الراجل مات فعلا. فقعد فاهم ابنه كان قصه مؤثره جدا يعني شفت كل الناس نص السينما بتنتحب لانها قصه حقيقيه. انه عاوز يفهمه ان احنا مش في معسكر هو خايف على ابنه مش خايف ان هو يموت وهو مات في الاخر. ان احنا بنلعب هايد اند سيك اللي هو استغماية ان الدبابات الالماني دي والعساكر وبتاع كلهم احنا بنستخبى منهم وهم يمسكونا ونروح ناكل وبتاع وحاجات وكده. هو طبعا ما فيش الكلام ده خالص. فالولد اتحول المأساة اللي هي مفروض تعمل انكزايتي ان هم مقصورين في معسكر دبابات عساكر الى لعبة هايد اند سيك. كان اسم الفيلم لايف از جود وانتهى طبعا انه في الاخر انه عمل روحه بيستخبى من ابنه لما ودوه غرفة الاعدام وبايقل يعني ابنه هيدور عليه بعد كده وسمعنا طلقة انتهت بموت شخص. كان فيلم مؤثر جدا. ده اللي هو الريسيبروكال انرفيشن اسف الريسيبروكال انهيبيشن سوري ده الثانيه سايكولوجي. الريسيبروكال انهيبيشن اللي هو عملها الراجل اللي اسمه جوزيف وولب ده العالم اللي عمل الحكايه دي في 1950 هو قال ان احنا نعمل حاجه عكس اللي المفروض تحصل وده اللي عمله الراجل في لايف از جود. المفروض ان في معسكر يبقى عندهم انكزايتي هو حولها الى هايد اند سيك. ده كده يبقى خلصنا واحد من المحاضرات الصعبة في السيكولوجي وهي الميموري اند ليرنينج. والحقيقة التفصيلات اللي تتقال فيها أكثر من ذلك حاولت قدر المستطاع أنها تبقى عارف طولنا شوية في حدود الممكن عشان تفهموها. اللي جاي أنا أعدكم أسهل بكتير. دي كانت تملي المحاضرة اللي ببقى عامل حسابها أكثر. أشكركم على حسن إنصاتكم وأتمنى لكم دوام التوفيق ووافر الصحة وطول العمر وربنا يوفقكم في حياتكم. شكرا جدا ونلتقي بإذن الله قريبا في محاضرة أخرى. شكرا.